من استديوهات التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صباح النور نقدمها لكم هبة وأنا. هبة صباح النور وكل عام وأنت بخير. صباح الورد سارة وأنت بألف خير، والمشاهدين أيضا نرافقكم اليوم في مجلتنا اليومية مشاهدينا لساعتين من الوقت. فما هي أبرز مواضيعنا لليوم؟ نتحدث في فقرتنا الطبية عن جفاف العيون سارة، الأسباب والأنواع والعلاجات أيضا. لدينا أيضا نصائح لتنظيم نوم الأطفال بعد إجازة الأعياد. لدينا أيضا موضوع خطير وسيكون معك بالتحديد، موضوع التلاعب العقلي، أنماطه ودلالاته وسبل مواجهته. أما في التغذية فماذا يحصل للجسم عند التوقف عن تناول السكر؟ أما في الرياضة تمارين عالية الشدة لحرق الدهون. إذا مشاهدينا كل هذا والمزيد في حلقتنا لليوم، لنبدأ. عدنا مشاهدينا وعودا احمدا حميدا بعد اجازه الاعياد. نعم، ومواضيعنا لليوم متنوعه، ونذكركم برقم الواتساب الخاص بالبرنامج لطرح اسئلتكم ومقترحاتكم ربما حول اي من مواضيعنا. تظبيط، نعم، تظبيط وزن، تظبيط نوم، تظبيطات كثيره بتجي بعد فتره الاعياد وفتره رمضان اللي ربما نمط حياتنا اختلف فيه شوي. تغير عليك شيء؟ تغير اكيد طبعا. يعني خلال شهر رمضان مع السحور ويعني حتى نظام الحياه الطبيعي اللي انت معوده عليه شوي بيتغير، ولكن عم نرجع، يعني عم نرجع شوي نرتبك اوقاتنا. شو بالنسبه لك؟ بالنسبه لي كمان عم جرب النوم تقريبا خلص ضبط، لانه الشغل بالتاكيد في موضوع الوزن، ورح نوجه تحذير لانه بنحتاج مساعده فيه شديد اللهجه لمطبخنا، لأن مطبخنا دائما ما بتكون عنده أثار نوعا ما مش مظبوطة خالص. اليوم معنا شيف لبنى، وخلينا نقول له أول شيء أيوة شيف لبنى، ينعاد عليك وكل عام وأنت بخير. وأنتم بألف خير يا رب، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وهدات البال يا رب. شو البروش اليوم اللي حطيتيه لنعرف؟ أنا نبدأ من البروش. هلا هذا بيعبر عن حالتي النفسية بعد العيد، فهو مثلي مش لا نايم ولا شبعان نوم ولا أي شيء. أنا ماخذة نفس الشكل هذا. يا عين. يلا خلينا نتفق إنه أكثر وجبة رح تعمليها مسموح لك ب 15 كيل كالوري. أنا قلت لك هلا رح أجيب لك معي خيارة وبغطس لك إياها بشوية زعتر. طيب وأنتوا شو رح تاكلوا؟ إحنا رح نعمل مناقيش الجبنة والزعتر. يا عين. وفي منقوشة سرية رح أحشي لكم إياها بالحلاوة. وكمان للي بيحب الفطور الغربي أكثر مش الشرقي رح نعمل البانكيك والوافل. يا عين. والسلام عليكم ورحمة طيب الله. طيب أنا رح أعتبر إنه اليوم سادس أيام العيد، خلينا نصحى بالعيد بالضبط ونكمل. شكرا جزيلا شيف، وبالتأكيد لنا وقفات معك إن شاء الله الحلقة. نذهب أنا وأنت لنتعرف إلى أحوال الطقس في العواصم العربية في هذه الجولة ونعود. الآن أنا وأنت يا سارة إلى فقرة السوشيال ميديا وأكثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ من قطاع غزة الذي شهد يوم أمس تعرض مئات النازحين الفلسطينيين لقصف مدفعي إسرائيلي أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال القطاع. طبعا الذي يصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على منع عودة السكان إليه معتبرا أنه منطقة حرب. أفادت وكالات الأنباء مشاهدينا بأنه أخبار تم تداولها عن سماح جيش الاحتلال بعودة
النساء والأطفال دون 14 عاما إلى أماكن سكنهم في شمال قطاع غزة، لتظهر موجة نزوح عكسي كما نشاهد هنا في الفيديو، إلا أنه قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المئات من النازحين الفلسطينيين خلال محاولات عودتهم إلى الشمال، موقعا عدد من الشهداء والجرحى. طبعا هنا نشاهد كيف بدأ قصف الاحتلال الإسرائيلي لمئات المدنيين المتوجهين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة. يأتي ذلك طبعا بعد أيام من انتشار مقطع مصور أثار غضب الإسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحظي بتداول واسع، إذ يظهر عمال البلدية في خان يونس جنوب قطاع غزة وهم يصلحون توصيلات المياه مع عودة الأهالي بعد الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة، بينما لم يستطع المستوطنون العودة إلى منازلهم في مناطق ما يسمى غلاف غزة منذ قرابة الستة أشهر. هنا نشاهد هذا الفيديو لبلدية بني سهيلة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي تشرع بفتح الشوارع وإصلاح خطوط المياه بعد الدمار الكلي الذي حل بالبلدة. وطبعا هذا الفيديو لاقى انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الإعلام أيضا العبري الذي علق عليه، وطبعا يعني حظي بغضب كبير مقارنة بالوضع بما يسمى غلاف غزة. هبة، الفيديو الأول اللي شفناه الصورة مش مواطنين، الصورة حرفيا لنساء وأطفال. معظم من ظهر في التصوير كان نساء وأطفال، أن يتم استهدافهم بعد أن قدمت لهم وعود. ما بعرف، بعتقد تعودنا وعرفنا أنه لا وعود من الاحتلال. صحيح، بالعكس، وكأنه في كل وعد يقدمه هو يجهز كمين أو نوع من الخدعة وراءها، لا يمكن تصديقهم بأي حال من الأحوال. ولكن استهداف النساء والأطفال بهذا الشكل، وبالتأكيد سيغضبهم منظر إعادة الإعمار، وإن حدث اليوم وإن حدث غدا وإن حدث في أي وقت. هؤلاء الذين توجهوا إلى منازلهم للعودة لم يسألوا إذا كان تمت إعادة الإعمار أو لا. صحيح، هم توجهوا لمنازلهم، ولكن يعرفوا خطورة يعني يعني سلكهم للكثير من الطرقات للوصول إلى منازلهم. صح. وعلى الرغم من ذلك ذهبوا إلى هذه المناطق كما تتحدثين. نعم، يعني أعتقد أن الصورة كانت أوفى من كل حديث يقال، سواء كان هناك إعمار أو لا إعمار سيعودون بالتأكيد، إن لم يكن اليوم سيكون غدا. نعم، نذهب أنا وأنت أيضا ونبقى في قطاع غزة سارة، وهذا الفيديو الذي أريد منك تعليقا عليه. مشاهدينا، وسط كل هذه الأحداث في غزة لاقى هذا الفيديو ردود فعل وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انظري سارة إلى هذا الفيديو لأحد المواطنين من منطقة خان يونس وهو يقود سيارة مهشمة من جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وطبعا يعني يقوم باستعمالها. انظري حتى إلى يعني دواليب السيارة، مهشمة ويقوم بقيادتها للوصول إلى منطقة سكناه إلى جنوب قطاع غزة، منطقة صلاح الدين. يعني ابتسامته أحلى ما في الفيديو. نعم، صراحة. واللي بتقول أنه أحيانا مش يعني مش الظروف هي اللي بتعطي، شوفي المشهد قد ما احنا ابتسمنا لابتسامة اللي سايق العربية، ولكن هو مشهد موجع. أحوال الناس واضطرارهم إلى أخذ هذه الوسائل، السيارة ربما هي غير صالحة الآن للاستعمال، ولكنه صارعها وجعلها تأخذ في هذا المشوار نياله. وبعدين واضح أنه الهوى عرفته من كل مطرح جاي. صحيح، حلو. نعم، ونذهب مشاهدينا إلى خبر من السودان. هذا الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحذيرات من موت جماعي جراء مجاعة واسعة النطاق. ويقول الخبر بأن عمال الإغاثة يحذرون من تفاقم الجوع في السودان الذي يتجه نحو كارثة مجاعة واسعة النطاق، مع احتمال حدوث موت جماعي خلال الأشهر المقبلة. السودان مشاهدينا سقط في أتون الفوضى عقب تصاعد التوترات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وتحولها إلى اشتباكات
في الشوارع. طبعا في شوارع العاصمة الخرطوم، وسرعان ما امتد القتال إلى جميع مدن وبلدات السودان. يعني نحن لا ننسى هذه، لا ننسى السودان، لا ننسى أهل السودان واللي عم بيعانوا الأمرين جراء أيضا الحرب القاسية، جراء المجاعات. وحتى لو كان الإعلام ربما ببعض الأحيان يغض النظر، نحن دائما السودان موجودة معنا، سواء في شبكاتنا في التلفزيون العربي أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الإعلام يغض النظر كثيرا، يعني لدرجة أنه من يشاهد معظم نشرات الأخبار الآن أو في الفترة الماضية ربما يعتقد أن المشكلة في السودان حلت أو أن الحرب توقفت وأن الأوضاع رجعت عادية، مع أن الأوضاع تتفاقم يوما عن يوم وتهدد كما ذكرتي بمجاعة كبيرة لدولة كانت تعتبر في يوم من الأيام وكان يطلق عليها سلة غذاء العالم، الآن تهدد بمجاعة لكنها آثار الحروب على كل مكان. المشكلة ليست فقط في الحرب، المشكلة حتى في الإضاءة على الحرب في السودان يتم تجاهلها ويتم تنحيتها من أجل أخبار أخرى تعطى ربما أهمية أكثر وأولوية أكثر، مع أن الوضع في السودان يحتاج الإضاءة عليه حتى من قبل الناشطين والعاملين في كل ما هو إنساني، لأن فعلا الأوضاع هناك والشعب في السودان من بقي حتى الآن، لأنه نعرف أنه كان في موجات نزوح وكبيرة جدا لجأت بالعديد من الأشخاص من سكان الدولة إلى اللجوء أو النزوح إلى مناطق أخرى. يعني كل يوم بنضيف اسم دولة جديدة للصراعات المقتدمة في منطقتنا، ونتمنى السلام للجميع. نتمنى السلام لأهلنا في السودان وفي كل وطننا العربي. ونذهب أنا وأنت سارة لنتعرف إلى مختارات وعناوين من الصحف العربية نتابعها في مانشيت ونعود. وناخذكم مشاهدينا الى سوريا الازبكيه. وهبه قلتي انه انت كمان ما زرتي. صح، مكان يستحق الزياره. نعم. وجوله وتجربه مختلفه تماما. خلي التقرير يعرفنا على جزء منه ونرجع لنحكي عن مشاهداتك بالتاكيد بعدها. مشاهدينا، اذا سوريا الازبكيه والذي يرتبط في الاذهان بكونه المكان الاشهر لبيع الكتب والدوريات القديمه في مصر، جوله في سوريا الازبكيه ونعود. سور الأزبكية طبعا سور عريق بقاله دلوقتي حوالي 12 عقد من الزمان. في الأونة الأخيرة في العشرين 30 سنة الأخيرة أو الأربعين سنة الأخيرة تعرض لبعض التنقلات نتيجة لإنشاء طرق جديدة لعمل مترو الأنفاق المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة، فكانوا بينقلونا يعني مرة نقلونا عند الأزهر، مرة عند شارع 26 يونيو، مرة جوه، وآخر مرة كنا هنا يعني جوه. سور الأزبكية مهم في دور الثقافة المصرية بالنسبة للقارئ المصري من أول الطفل لغاية القارئ اللي هو بيحضر رسالة الدكتوراه، بيبحث عن كتاب في التاريخ، بيبحث عن كتاب في القانون، لازم يلجأ لسور الأزبكية. سور الأزبكية إحدى أسباب نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني الناس بتيجي هنا أصلاً عشان الحاجات اللي هي مش موجودة بره بيجوا يلاقوها هنا. حتى الشباب، حتى بيقولوا الشباب بطلوا يقروا كتب وبتاع، لا الشباب بتيجي دلوقتي بتسال على كتب معينه، كتب التاريخ، كتب الفلسفه، كتب الروايات القديمه.
انا عندي هنا كتب في المكاتب 48 كتب، 48 في 52 في ستينات، يعني ما اوريك كتب، في كتب قديمه قوي 58 ربعينات، وفي عندي مجلات 28 1928 اللي هي المصور، اللي هي قبل الثوره كمان، قبل الثوره 52 دي موجوده بس غاليه شويه برضه. اللي بيجي بالاسم، يعني بيجي يسالنا على حاجات 1028 1023. انا من محبي الكتب الورقيه. انت بتحب الالكتروني اكثر؟ طبعا الورقي، طبعا الورقي ريحته غير حتى الكتاب القديم. انه انا اريد انه ريحه الورق لمحبي القراءه بتعمل حاله معينه، صحيح. يعني بتروحي سور الازبكيه، كم الكتب والكتب القديمه العتيقه. المعلومه انه مش بس لشراء الكتب ولكن حتى للتبادل. يعني حتى الان فيك تروح على سور الأزبكية لو عندك كتب بدليها مع كتب تانية. الكتاب اللي بيخطر على بالك رح تلاقيه هناك. وعلى فكرة أصبح لسور الأزبكية كمان نوع من الرمزية، خلينا نقول الثقافية في مصر، لدرجة أنه في جولة بتنعمل في معظم الجامعات المصرية والأجنبية في مصر تسمى جولة الأزبكية، بياخدوهم على سور الأزبكية ليتفرجوا على الكتب ويشتروا ويتبادلوا. حلو جدا أنه يكون في مكان، واعتقد انه معظم العواصم العربيه فيها هالسوق القديم اللي مشهور ببيع الكتب. تحدثنا كثيرا عن هذه الاسواق، مثل بالعراق بشوارع بغداد، ومثل ايضا الكثير من الدول العربيه بالاردن ايضا. ولكن بتعرفي ربما هيك قد ايه مهم وقد ايه هي مسؤوليه جماعيه في مصر وغير مصر على المحافظه على مثل هذه الاسواق، خاصه مع انه ما يتم الحديث عنه عن سور الأزبكية بأنه بيعاني من الذبول، بيعاني من الاندثار، وهذا شيء فعلا محزن. لا بالطبع احنا عم نقول انه دائما من المهم جدا انه الناس ضلها تتواصل، وكما تحدثت الرحلات المدرسية والجامعية لمثل هذه الأماكن تحفز دائما القراءة وتحفز هذه الأسواق. إذا نزلنا على مصر نروح زيارة أكيد مع بعض بالتأكيد. خلينا الآن ننتقل الآن مشاهدينا إلى تمارين رياضية عالية الشدة لحرق الدهون، وذلك سيكون مع المدربة الرياضية فرح بكار. وأهلا وسهلا فيك فرح. أهلين، ينعاد عليك بكل الخير. تمام، كل الخير وصباح النور والسرور. صباح الورد فرح. اليوم عندنا تمارين رياضية عالية الشدة لحرق الدهون، بسموها عادة باختصار هيت تريننج. نعم. عالية الشدة يعني حركة سريعة ستكون غالبا، بتكون فيك تستعمل فيها وزن الجسم وفيك تستعمل فيها أوزان. اليوم رح نضيف فيها الدامبز او الاوزان المتوفره عندنا بالمنزل، واذا ما كان في عندنا اوزان كمان فيهم ياخذوا عبوات ماء، يعني فيهم ياخذوا نص لتر نص لتر ويشتغلوا فيه. حلو. او حتى تكون اصغر، او حتى فيهم يعملون بوزن الجسم. ما في حجه يعني انه ما تتمرنوا؟ ما في حجه. اهم شيء انه نحن نضل نتحرك به. لما بنقول نحن عاليه الشده بتكون وقت الراحه قصير او ما في راحه بين المجموعه التمارين، ممكن يكون اليوم عندنا 6 تمارين ما بيكون بيناتهم راحه، ممكن ناخذ راحه بين الجولات، اي بنخلص ال6 تمارين بعدين بنريح دقيقه دقيقتين بنرجع بنعيدهم وهكذا. هيك بتكون. طيب عندي التمارين. سؤال وهيك بدي اجابه عليه وافيه. في نوعين من هالتمارين، في ناس او بيمارسوها بطريقتين، في ناس بيمارسوها بسماع الموسيقى والعد يعني، او في ناس ثانيين بيمارسوا رياضه الرقص، يعني مثل بيعملوا رقص على هذه الموسيقى وبالتالي بيضربوا عصفورين بحجر مثل ما بيقولوا، بيحرقوا دهون وبيمارسوا هذه الرياضه. مين الافضل؟ يعني اثنيناتهم بيجيبوا نتائج عاليه او في محل بيجيب نتيجه اكثر؟ سؤال صراحه ممتاز هبه، دائما على طول الناس ما بيعرفوا الفرق بيناتهم. تمارين الهيت اي نحن بنوصل لدرجه انه نحن ما بنقدر نحكي، يعني بنبطل نستعمل الاكسجين اللي هم بنطلع من الكارديو، يعني بنطلع من النظام الهوائي للنظام الا هوائي. لما بنكون عم نشتغل انه انا ماني قادره اني احكي جمله او ركب جمله مفيده واتنفس مزبوط، بكون انا بنظام الهيت اي عم بستخدم النظام اللاهوائي. ولما بكون انا قادره احكي واتنفس نفس النظام الكلاسات الايروبيك اللي حكيتي عنها او الرقص او هدول كلهم يعتبر نظام هوائي. اي بما معنى ضربات القلب تعتبر ستيبل او ثابته مستقرة تقريبا فتره التمرين، بتكون عاليه ولكن ثابته اني اقدر احكي. طالما انا ماني قادر احكي إيه انا بنظام الهيت. بس هيدا بتختلف من شخص لشخص حسب لياقته. يعني اذا انت رحتي على
درس من هيدول الدروس. ممكن هبة أنت مثلا تكوني مبتدئة، فممكن يكون هو كارديو، يكون أساسه كارديو، بس أنت توصل أنك تشتغل نظام لا هوائي لأنه أنت ما عندك لياقة، وبتزيد مع الوقت. ولكن أي واحد أحسن، ما في شيء أحسن من شيء. اثنينتهم بيحرقوا دهون، طالما نحن عم نتحرك عم نحرق دهون، وكمان بذات الوقت عندك تمارين هيت هي تعتبر للسريع، يعني هدولك فيك تضل فيهم وقت طويل لأنك أنت فيك تحكي مرتاحة. هيدا الهيت عادة ما فينا نطول أكثر من 20 دقيقة لأنه ما بيتحمل جسم، جهاز العصبي بيتعب بسرعة، ولكن أفضل الهيت للوقت وكمان بناء العضل. طيب كثير مهم ما تحدثتي به ونريد أن نراه. نعم رح تشوفوا، تفضلي عملوا معي تحلوة. يسعد صباحكم مشاهدينا، إن شاء الله تكونوا جاهزين لتمارين اليوم اللي هي تمارين الهيت اللي كنا بنحبها، اللي هي بتساعدنا على حرق الدهون، بتساعدنا كمان على بناء العضل، وكمان هي مدتها قصيره اللي هي ممكن تكون. هيدول التمارين حاعطيكم 5 تمارين فيكم تعملوهم بتكرار لمده 20 دقيقه، وبتكون خاصين تمرينكم لليوم. رح نستعمل معنا اليوم اوزان خفيفه الى متوسطه، ما تختاروا اوزان ثقيله ابدا، خلوها متوسطة لأنه نحن هدفنا نتحرك أسرع، هدفنا أنه نحن نعلي ضربات القلب وكمان نستمر فترة أطول خلال التمارين، يعني تحمل. فخذوا معي نفس، خلينا نبتدي مع بعض. خذوا نفس عميق، رح نحمي على السريع. إن شاء الله تكونوا أنتوا بلشتوا تمارين إحماء قبل ما نبلش. أعطوني بعض نفس آخر مرة. أوكي، خلينا نطوي رجل ونمد التاني وناخذ هاي الحركة الدائري كرمال مدد عضلات وأوتار الرجل الخلفي اللي راح نستخدمها للجزء السفلي بهذا الشكل. آخر مرة، كثير مهم إني مدد من لمس الأرض، برجع مطلع برمي كاملة لفوق أو بلمس الرجل إذا ما بقدر أوصل على الأرض. أهم شيء إني ما أطوي الركب لأنه أنا هون عم حاول إني مدد الأربطة والعضلات، يعني أعملهم ستريتش كرمال التمرين. هلا اعطوني برمي كاملي بالحوض بهذا الشكل على مهل، برمي برمي. اوكي، خلينا نروح سكوات. لا نعمل سكوات، فضروري تكون تمارين الاحماء. شو هي دائما بتكون تمارين الاحماء؟ تمارين الاحماء عاده بتكون التمارين او قريبه للتمارين اللي راح استخدمها بالحصه التدريبيه او التمارين اللي انا راح استخدمها اليوم، كان باوزان او بدون اوزان. خلصنا سكوات، خلينا نمشي مع بعض على الايدين لحتى ننشط عضلات البطن وكمان الجزء العلوي والاكتاف. نرجع شوي شوي على مهل، اعطوني باب مره، نثبت هون شوي، 3 4 5 6 شدين عضلات البطن. اوكي، نرجع مطلع. اخر تمرين للاحماء، مدوا الرجل لقدام يمين شمال، ايد عكس رجل. هلا فينا بلش مع بعض. رح نبتدي بتمرين بيحرق سعرات كثير لانه بيشغل الجسم كامل. خذوا اوزان حطوهم على الكتف، رح نعمل سكوات، بعدين رح نرفع الاوزان لفوق كرمال نشغل الجزء العلوي مع السفلي مع بعض، يعني كل العضلات. سكوات، طلعوا النفس. 2، رح نعمل 10 مرات. 3 4، دايما بننزل على الكعب والظهر جالس. 5، وعم نتنفس. 6 7 8، تأني وتحكم. 9 10، هلا بحط الوزن اللي شوية تقيل وباخد وزن أخف منه، 1.5 كيلو 2 كيلو مثل ما بدكم. رح أعمله، رح أعمل شفل، أعمل بانش أو لكمي، مرة يمين مرة شمال. 3 4، احنا عملنا 20. 5 6 7 8، شدوا عضلات البطن. 9 10، اعطوني بعد 10. 1 2 3 4 5 6، فيكم تعدوا معي لتتنفسوا صح. 8 9 10، ارجع اخذ الوزن الاتقل، شوفوا كيف ببدل بالاوزان للحركات والعضلات الكبيرة. رح نعمل لانجز، رح انزل لانج وارجع دامبل شغل عضلات الذراعين. ننتبه باللانج مثل ما حكينا قبل، ما بدفع لي للامام، بخلي الوزن على الكعب وبطوي الرجل اللي ورا، برجع على مهل.
4 احنا من 10 5 6 7 8 والاثنين بعد 9 اخر مرة 10. نرجع نحط الوزن لتقيل شوي او المتوسط بياخد اوزان الاخف. حطها على الكتف رح نط جاكس على برا وارفع لفوق. 5 6 7 8 9 10 بقى. شايفين الاشياء اللي فيها حركة اسرع ونط بعملها ارقام اعلى. 8 9 10. نرجع ناخد وزن اتقل. هذا بيعلينا ضربات القلب اكثر وبيحرقنا دهون اكثر لما نستخدم اوزان مره خفيفه مره ثقيله. هلا رح ناخد وزن هون رح ننزل ندقهم بالارض وارفعهم لفوق 10 مرات. 2 3. شايفين ما بنزل الوزن هيك بهذا الشكل، بدقه يعني بخليه مائل عشان ما انزل كثير. 3 لانه هون بدي اكثر ديد ليفت من انه يكون سكوات. 5 6 7 8 9 10. نفس بتنعجم. هلا رح ناخذ وزن اخف ورح ننط بربيز عالي. حط الوزن هون نفس بلانك ارجع ارجع اوقف ورا قدام نرجع نوقف. 2 3 4 5. هيدا لانه تمرين شوي صعب فينا نعمله 10 مرات بدل 20 60، واذا كنا مستوى متقدم 7 اكيد فينا نروح 20 بيكون افضل. 8 اخر 2 9. رح ننهي السركة بتمرين للبطن كرمال بعد وريح دقيقتين وارجع عيدا. رح ننام هون على الظهر، فيكن تخلوا الراس فوق وتعملوا بالتبادل نلمس كعب الرجل 20 مرة. 5 6 7 8 9 10. يعطيك ألف عافية. شفتك هيك لازم يكون. وكونك هيدا انه بعدك بسموه. عم تحكي يعني متمرسه طبعا يعني هيدا بالنسبه لي انا عم بشتغل بنظام الهواء يعني بعدني كارديو. نعم، بدي اشكرك جزيل شكر المدربه الرياضيه فرح بكر على كل هالتمارين والنصائح ايضا اللي اعطيتينا اياها باول الحلقه. شكرا شكرا جزيلا لك. ننتقل اليك ساره وهذه الفقره المميزه معك. شكرا هبة. وفقرتنا بالفعل الرياضية مش الرياضية ما بعد الرياضية هي الطبية لليوم عن جفاف العين، وهي حالة شائعة تصيب نسبة كبيرة من الناس في مراحل مختلفة من حياتهم، قد تؤثر بشكل كبير على جودة حياتهم أيضا. اليوم سنتحدث عن أنواع جفاف العين، عن الأسباب والعلاجات المتاحة مع دكتور روان عبد السلام الاختصاصية في علوم الصيدلة. صباح النور وينعاد عليك اول شيء. كل عام وحضرتك بالف خير صحه وعافيه. اشتقنا لك. صباحك حبيبتي ساره، انا اشتقت لكم بالاكثر. وكل عام وانتم بالف خير وصحه وتقدم ان شاء الله، على ينعاد على الجميع بالصحه والعافيه. وعليك يا رب. طيب خلينا نبدا. مشكله شائعه، وخلال حديثنا اليوم حنكتشف لاي درجه هي شائعه، وحتى يمكن المصابين بها ما بيعرفوا ومش منتبهين. خلينا نعرف جفاف العين ما هو. نعم بالضبط ساره. هلا يعني متلازمه جفاف العين هي عباره عن حاله شائعه او ظرف صحي شائع يحصل عندما تعجز العين عن توفير الترطيب الكافي للعين. فبتحصل عندنا بصير في عندنا دموع غير كافيه وغير مستقره، وهذا يعني له اسباب طبعا. فيما يؤدي الى مشكله اللي هي جفاف العين اللي من مضاعفاتها قد تصل الى التهاب في العين وتلف في الغشاء المحيط للعين. ويعني هذه المشكلة كثير تؤرق الناس، يعني الأشخاص اللي بتصيبهم، لأنه بتساوي عندهم حرقة واحمرار بالعين وأعراض رح نحكي عنها. فبالتالي يجب عليهم أن يلجوا إلى الطبيب لأخذ العلاج المناسب إلها لحتى يشعروا بالراحة. طبعا العلاجات حنحكي برضو عنها، حتكون يعني في منها يعني تدابير منزلية، وفي أيضا علاجات تؤخذ يعني منها ما هو بوصفة طبية ومنها ما هو من غير وصفة طبية. طيب
أكيد في أشياء بتفاقم الحالة أو ربما بتزيد منها، ما هي هذه الحالة؟ نعم، هناك عوامل خطورة يعني بالنسبة للإصابة بجفاف العين. أول شيء في عنا السن، مما لا شك فيه، يعني كل ما تقدم العمر، خاصة عم نحكي عن أكثر من 50 عام، بقل إفراز الدموع، فبالتالي بتزيد عنا المشكلة للإصابة بحالات جفاف العين. أيضا يعني هو خبر مش كتير محبب للنساء، ولكن النساء هم يعني فعليا أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين، وخاصة عند التأثر بالهرمونات. يعني لما بنحكي في أمور الحمل، لما بنحكي باستخدام الهرمونات، يعني أدوية الهرمونات، وأيضا كمان عند الوصول إلى سن الأمل، هاي كمان من عوامل الخطورة الإصابة بجفاف العين. أيضا كمان نقص فيتامين A، يعني ما بيكون في عنا غذائنا غير صحي. نعني بالغذاء الغير صحي اللي هو ما بيحتوي على الفيتامين A اللي بنعرف انه كتير ضروري لصحة العين، اللي هي الفيتامين A موجود في الكبد، موجود فيه كمان بالبروكولي، بالجزر. أيضا كمان يكون الغذاء غير صحي ويفتقر إلى الأوميغا 3. الأوميغا 3 اللي هي متوفرة عندنا مثلا في المكملات، موجودة بالصيدليات، صحيح. موجودة ببذور الكتان، موجودة بالجوز، موجودة بالأسماك والماكريل والسردين. كمان عندنا من العوامل اللي يعني بتزيد من هاي المشكلة اللي هي استخدام العدسات أو اللينسز، يعني هاي كمان بتسبب بجفاف العين، بالإضافة إلى التعرض، لدرجة أنه في بعض الأحيان اللي مصابين بحالات متقدمة يمنعوا أو ينصحوا بعدم استخدام العدسات اللاصقة. 100% معلومتك صحيحة 100% سارة، فعلا. أيضا كمان بتعرفي يعني التدخين، الدخان كمان بيزيد من مشكلة جفاف العين، التعرض للغبار والأتربة والرياح، الأماكن الجافة برضو كمان هاي بتزيد من يعني من تهيج من مشكلة جفاف العين. طيب عندي سؤال وحسأله، أنا خايفة المكياج. نعم، الميك اب بكثير ناس يعني بيزيد عندهم المشكلة فعلا. طيب رح نرجع ونتكلم على هالنقطة، ولكن دكتور خبريني، جفاف العين تبدو كأنه العرض ظاهر أنه العين جافة، ولكن لا، في أعراض مختلفة تظهر عند المصاب بجفاف العيون، وربما قد تكون عكس جفاف العين، ما هي؟ أخبرينا عن هذه. مثل ما تفضلتي سارة، تتنوع يعني أعراض جفاف العين. أول إشي بيحس الشخص بحرقة وألم في العين وجفاف. ثاني شيء بيصير في عندهم إحمرار وفي حكة عندهم. أيضا بيحسوا إنه حساسية تجاه الضوء، بتلاقي العين حساسة تجاه الضوء. أيضا كمان بيصير في عندهم غباش، بنلاحظ إنهم بيشكوا من هاي المشكلة. العرض اللي مثل ما تفضلتي حضرتك، ويمكن ما يكونوا عارفين انه هو من يعني يؤشر الى يعني ويدل على وجود جفاف العين، اللي هو الدموع المتواصله، بتلاقيهم عندهم صحيح. نعم، بيكون دموع متواصله عندهم، بالاضافه الى عدم امكانيه يعني فتح العيون لفتره طويله، بتلاقيهم على طول العينين معهم بتغمض، عندهم حساسيه تجاه الغبار، الاتربه، زي ما حكينا الدخان، هاي كلياتها يعني بتاثر عليهم من الاعراض اللي بتحصل معاهم يعني. طيب خلينا اذا احنا برضه كمان ساره ممكن فضلي. نحكي سوري قطعتك، انه ممكن انه يتكون مخاط حوالين العين ايضا، هاي من الاعراض. طيب. اذا ممكن نقسم انواع جفاف العين لسببين او المسببات. مسببات فيزيولوجيه، معنى انه مشكله بالعين او عرض مصاحب لمرض ثاني يصيب العين او الغدد الدمعيه في العين، واسباب اخرى بيئيه، منها الطقس، منها المكياج كما تفضلتي، الغبار، التعرض للبخور، للدخان، للاتربه. هل هناك اختلاف في طريقه معالجه النوعين؟ نعم، شيء طبيعي واساسي ساره، انه هون يعني حسب السبب يكون العلاج. لهون نحكي كتير شغلة ضرورية، أنه لازم الشخص يراجع الطبيب. للأسف في ناس بتهاونوا في موضوع صحة عيونهم، والعيون يعني بالنسبة لنا عضو حساس بالجسم، صحيح. فضروري الرجوع واللجوء إلى الطبيب، لأنه الطبيب راح يشوف بتشخيصه ومعرفته بحالة المريض إيش الأسباب زي ما تفضلتي حضرتك، ويكون العلاج. هلأ أحيانا بيكون في عنا جفاف بسيط، يعني عرضي بسيط، ممكن نعطيهم اللي هي القطرات اللي هي ترطيب الارتفيشال تيرز، اللي هي الدموع الاصطناعية. نعم، بتكون يعني لفترة، يعني بيستخدموها لفترة بسيطة وبتنحل عندهم المشكلة. لكن في أشخاص بتكون عندهم الجفاف مزمن، وبدي أنبه هون لشغلة مهمة سارة، لازم الناس يعرفوا أنه الجفاف المزمن بالعين قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، يعني ممكن تصل إلى فقدان الرؤية، لأنه ممكن يعمل التهاب في العين، وممكن يؤدي إلى تلف في القرنية. ف
فبالتالي يعني ممكن يؤدي الى يعني اذا مش مشكله بسيطه مش مشكله بسيطه تحتاج الى التشخيص ايضا كمان ساره ممكن يؤدي الى تدني يعني الفعاليات اليوميه لانه انت اذا العين يعني مش فيها جفاف شديد ومش قادر هو الشخص يمارس حياته بشكل طبيعي وواجباته بشكل طبيعي فبتاثر على حياته ايضا فمن المهم الانتباه ل يعني مراجعه الطبيب للوقوف على الاسباب الحاله اللي عند الطبيب وبناء عليها بيكون العلاجات اوقات بيكون في عند الشخص التهاب فممكن الطبيب يعطي طبعا احنا نحكي هلا عن العلاجات ممكن يعطي مضاد حيوي اذا كان عنده جفاف خبرينا عن العلاجات يعني على طول تفضل هلا بالنسبه للعلاجات بعض الاحيان بيكون في عند المريض التهاب طبعا هذا الطبيب بشخصه فبالتالي بيعطيه مضاد حيوي قد يكون عن طريق الفم وقد يكون عن طريق القطرات والمراهم فهي يعني بالنسبه للالتهاب ايضا هلا اذا كان في عند الشخص يعني جفاف اول شيء يعني البديهي والشائع بالنسبه للعلاج اللي هو القطرات اللي هي الترطيب اللي هي الصناعيه اللي هي الارتفيشال تيرز بعد هيك كمان في عندنا قطرات يعني بتحفز انتاج الدموع لانه من اسباب يعني مشكله جفاف العين احيانا انه بيصير في عندنا انخفاض في انتاج الدموع فبالتالي احنا بنعطي هاي القطرات اللي هي عباره يعني بنسميها احنا الكولونيه اللي هي عباره زي البيلوكاربين اللي هي بتعمل على يعني تحفيز انتاج الدموع برضو يعني هاي من العلاجات اللي ممكن انها تعطى نعم على فكرة في عملية بسيطة بيعملها الدكتور لتنظيف ربما محيط العين أو المكان اللي فيه الغدد الدهنية في العين. بس بدي أقول لك إنه فضل. في بيقول يعني سدادات للغدد الزيتية هاي بتسد الغدد الدمعية بيحطها الطبيب بشكل مؤقت في حال إنه المشكلة يعني بسيطة وممكن تنحل لكن إذا ما انحلت مع كل هاي العلاجات والأدوية بيعمل الطبيب بالجراحة احنا قلنا بالأول انه في سدادات بيوضعها الطبيب يعني قابلة للعكس يعني بيحطها ممكن انه يعني يشيلها لفترة مؤقتة لكن اذا ما انحلت مع كل هاي الأدوية والعلاجات بيلجأ الطبيب للجراحة هون هو بيعمل على سد هاي يعني الغدد اللي هي بتصرف الدموع بشكل بالجراحة يعني نعم طيب اذا لو حبينا نعرف يعني خلال دقيقة أفضل طريقة للعناية والوقاية من جفاف العين واللي هو حالة جدا شائعة وتصيب العديد من الأشخاص كيف نستطيع تجنبها خاصة للأسباب البيئية أو مفاقمتها إذا كانت الأسباب فسيولوجية ونحافظ على صحة أفضل للعيون نعم هناك كثير نقاط مهمة نحكي عنها سارة أول شيء لازم نحافظ على نظام غذائي صحي ناخذ الأوميغا 3 والفيتامين A في نظامنا زي ما حكينا وين مصادرهم شغلة تانية كمان سارة من المهم ننبه لنقطة يعني التطور التكنولوجي اللي إحنا فيه فرض علينا وللأسف حتى الأطفال عم بيعانوا هاي الأيام من الجلوس بشكل كتير كبير على أجهزة الحاسوب على الخلوي أو الأجهزة الموبايل على شاشات اللي عندهم عمل على جهاز الكمبيوتر أو الحاسوب تلاقيهم قاعدين لفترات طويلة فيجب أن يكون عاملين مستوى أقل من مستوى العين لأنه إذا كان مرتفع الشخص بده يرفع نظره لا ويحدق بشكل كبير فهذا بيؤدي إلى فتح العين لمدة أطول فبالتالي بيزيد من مشكلة الجفاف فهي نقطة مهمة أيضا كمان نقلل من فترة جلوسنا على هاي الأمور لأنه هاي كمان بتزيد من مشكلة الجفاف برضو كمان من النقاط المهمة ارتداء النظارات الشمسية لما بنطلع عشان تحمينا من الجفاف والأتربة يعني الدخان هون أنبه لنقطة كتير مهمة ولا يكاد لا يخلو يعني موضوع صحي بنحكي فيه عن التنبيه من البعد عن التدخين قد ما هو سيء وطبيعي انه سيء جدا بالنسبه للعيون الابتعاد تماما عن التدخين كمان كثير مهم كمان نحكي انه الاشخاص لو ينظفوا جفون العين في عندنا طريقه هيك تقليديه انه ممكن ياخذوا الشامبو تبع الاطفال ينظفوا فيه العين ويشطفوها بشكل جيد وكمان ممكن انهم يعملوا زي فوطة أو منشفة نعم نظيفة يحطوها بماء دافئ ويحطوها على الجفن مدة 5 دقائق وينظفوا الجفن حتى من جذور الرموش كمان يعملوا على تنظيف العين منها كمان بدي أحكي نقطة كتير مهمة في أماكن بتكون جافة زي مثلا في المطار الأماكن المرتفعة مثلا في البيئة الصحراوية في المطار في الطائرة في الأماكن اللي فيها تكييف من المهم أنه الشخص يحاول أنه يغمض عينيه فترة وبعدين يفتحها
هاي الشيء كمان كثير بيساعد في انه الوقايه من مشكله جفاف العيون. نعم، وكما ذكرتي الاهم دائما انه عين عم نحكي، فجدا موضوع مهم عند الشك في او وجود اي عدم ارتياح فيها، الافضل مراجعه الطبيب المختص او الصيدلاني للوقوف على اسباب المشكله وعلاجها. الاختصاصيه في علوم الصيدله دكتور روان عبد السلام، شكرا جزيلا لك، دائما بتعطينا يعني خلاصه الموضوع مثل حبيبتي، ما بيقول دائما معك، دائما بيكون موضوع شامل. يعطيك الف عافيه واهلا وسهلا فيك من جديد. صباح النور مشاهدينا، واهلا وسهلا بكل من انضم الينا. وصباح النور هبه. صباح الورد لك يا ساره، لديك خبر مهم الان. لدينا اخبار مهمه وممتعه، خلينا نتعرف عليها، وحابه اعرف رايك في اول خبر. يلا. اذا مشاهدنا، ماذا تفعل اذا ابتليت بجيران مزعجين، خاصه اذا كان الازعاج مصاحبا لروائح كريهه تقتحم عليك حرمه منزلك؟ العديد قد يلجأ للشكوى لدى السلطات، ويبدو أن هذا ما كان يحدث بصورة متكررة في الريف الفرنسي، خاصة من سكان المدن الهاربين أصلا من صخبها إلى هدوء الريف، لكنهم يصطدمون بأصوات الغربان والأبقار والطيور المتنوعة والجرارات الزراعية، بالإضافة للروائح التي تصدر عنها. تراكمت أكوام من الشكاوى والتي كانت تتزايد بصورة مستمرة، ولكن ذلك غير ممكن بعد الآن، فقد أصدر البرلمان الفرنسي قانونا يحظر هذا النوع من الشكاوي الذي يزعج المزارعين الذين يعملون بكد ليتمكن الفرنسيون من الحصول على الطعام الجيد والصحي، حسب تعليقات المسؤولين الذين دافعوا عنهم. شو رأيك؟ أنا أقول شكرا للبرلمان الفرنسي صحيح. على هذه الخطوة. بالحقيقة من اقتحم بيئة من؟ يعني نحن عن جد عم ننسى، والإنسان يعني أكبر، يعني ببعض الأوقات يكون أكبر عدو للبيئة هو صحيح. بالحقيقة يعني نحن بحاجة لهذه المساحات الخضراء، وبحاجة لنعود لهذه الحياة التي طبيعية. كنا نرى فيها الحيوانات وهي تجول، ونرى فيها الطبيعة بجمالها ورائحة يعني الأرض وكل ما إلى ذلك من فائدة لهذه الأرض، والتي تعود بالفائدة علينا وعلى حياتنا. فبالتالي يعني مثل هذه القرارات فعلا مهمة جدا، وأعتقد كان ربما ليحصل العكس لو كان في واحد من الدول النامية أو الدول التي يعني ربما تضع أولوية لمصلحة المواطن. صحيح. نعم. نذهب أنا وأنت إلى موضوع يا سارة، يعني كمان هيك مميز ورح أخذ رأيك فيه. أتحدث الآن عن خدمة جديدة تقدم للمطلقين في الصين، حيث أنه القانون هناك بيمنع الإضرار بصور الأحياء، وبالتالي بيتورط المطلقين مع صور تحمل ذكريات ربما بيريدوا التخلص منها. وهنا تأتي فائدة الخدمة الجديدة، حيث تقدم خدمات التخلص من هذه الصور إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية منها. فإذا كانت صور الطلاق بتكهرب البعض، بإمكانهم إنتاج الكهرباء منها الآن والمضي في حياتهم. المصنع يقوم بداية بطمس ملامح الوجوه عن طريق الدهان احتراما للأشخاص، ومن ثم تكسير وتحطيم الإطارات المصنعة غالبا من الأخشاب والبلاستيك والزجاج وغيرها، ومن ثم تقطيع الصور عن طريق تمزيقها بالآلات، ومن ثم حرق الجميع لإنتاج الكهرباء والصور، ولا تشمل فقط صور العرس التي غالبا ما تكلف ثروات لتنسيقها والتقاطها، ولكن أيضا صور الخطبة، مراحل الحب الأولى السعيدة في وقتها، ونحن نزيد أي صور أنتم بتحبوها كمان. يعني أهلا وسهلا، الخدمة متوفرة اللي حابين تتخلصوا من صور. وشوفي المعلومة كانت الغريبة أنه لا يسمحوا بإزاء الصور التي تحتوي على أحياء، وبالتالي لجأوا إلى هذه الخدمة. بحس أنه ممكن تفشخل البعض، يعني حسوا أنه فعلا في صور ربما تشكل عبء عليهم وحابين يتخلصوا منها ليستمروا في حياتهم، بيعملوا منها كهرباء مش غلط. نعم. تخيل انه ترجع بكهرباء بالبيت شعلي فيها لمبه وانت يعني والفكره من وراها. بتعرفي هاي المقوله اللي ببيعني ببيعه وبربح فيه؟ صح، فبربح فيه وبعمل كهرباء بصورته. وبعمل كهرباء. إلي خبر رياضي. نعم. مش رياضي ولكن رياضي، خلينا نشوف، الجميع شاهدوا والجميع تابعوا. وحظي مشاهدينا بزخم وجدل عالمي، وتحديدا نتحدث عن لقاء فريقي الهلال والنصر عبر كأس السوبر السعودي. نعم،
طرد نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو من المباراة وحصوله على الكرت الأحمر إثر اشتباكه مع مدافع الهلال غير المسالم تماما البليهي، وضربه بمرفقه، والحكم حكم ببطاقة حمراء لكريستيانو رونالدو. أنا لن أحكم على الموقف ولكن أريد رأيكم أنتم فيه، فقد انقسم المتابعون بين مدافع رونالدو معتقدين أن البليهي مشهور باستفزازه للاعبين وأنه كان يتعمد الاحتكاك برونالدو، وبين مدافع عن البليهي خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها رونالدو على سوء سلوك داخل الملعب، متذكرين ما حدث في لقاء النصر مع الشباب. ما بعرف إذا شفتيها لي طردة أم لا، صح، وإذا عندك رأي فيها. يعني أنا شفتها ولفتني صراحة الحكم محمد الهويش عندما تحدث وقال أنه ما فعله رونالدو هو عمل مشين فعلا وغير مقبول. وبالتالي شوفي، أنا مش كتير خبيرة بالرياضة، ولكن ربما ما لفت نظري بأنه يعني الجميع تحت ربما عصا العقاب عندما يخطئ، بغض النظر إذا كنت أنت مشهورة جدا أو كنت جاية ب يعني هذا العرض الفاخر جدا أو كنت لاعبة عادية. ما حسيت إنه تفاصيل أعرف الكثير عنها بالحقيقة. ما حسيت إنه البليه شوي جر شكل يعني مبينه انه هيك، يعني مبينه انه كانه فيها قلوب مثل ما بيقولوا يعني حبلانه. نعم، يعني من وراء هذا التصرف. ما بعرف انتم مشاهدينا ما رايكم، هل كان البليهي يتعمد استفزاز كريستيانو رونالدو ام كريستيانو رونالدو تعود على اساءه التصرف داخل الملعب؟ اخبرونا. ولكن خلينا الان نذهب الى مطبخنا، وشيف لبنى اصبحت جاهزه اليوم في مناقيش وزعتر وجبنه واشياء واشياء. شيف لبنى، هي سلك كهرباء مش شيف لبنى، هل كهربنا؟ كريستيانو رونالدو اجى واكل من عندي منقوشه، ما كان عصب وتخانق معهم مثلا. كمان شفتي 100%، شفتي كيف بنحل المشاكل احنا دائما؟ اليك دائما الواحد لما يكون ماكل وشبعان اعصابه رايقه يا عين، صح ولا غلط؟ صح. يلا نعمل مناقيش. تفضلي. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا باول حلقه من صباح النور بعد العيد، وكل عام وانتم بالف خير يا رب. فطور العيد وما بعد فطور العيد، شو حنحضر مع بعض؟ رح نحضر المناقيش بالجبنة والزعتر، وفي كمان واحدة مفاجأة رح أعمل لكم إياها بالحلاوة. شو حنعمل وكيف حنبدأ؟ يلا نبدأ مع بعض من الصفر. أول إشي حنبدأ فيها هي العجينة. عجينة المناقيش عجينة بسيطة كتير، ما فيها فزلكات، ما فيها إضافات كتيرة. البيض أكيد ما بدخل فيها، هي عبارة عن طحين وخميرة، وطبعا مع الخميره بده يكون في سكر والمي، يعني ولا ابسط من هيك. فلحتى ابدا احضر فيها رح اضيف عندي الطحين. عندي هون 600 جرام من الطحين، ما يعادل تقريبا 4 كاسات كبار من الطحين. انا عم بستخدم الطحين متعدد الاستخدامات، مش طحين بروتين مثلا او اي شيء ثاني، او طحين البروتين فيه عالي اصلي. هلا شو رح نضيف عليها؟ خميرة جافة وفورية، وإذا خميرتكم بس جافة منفعلها مع شوي من المي والسكر قبل ما نضيفها على الطحين. رح أضيف كمان السكر، عندي 3 معالق صغار من الخميرة ومعلقتين صغار من السكر، ورح أضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من الحليب البودرة، وهي هاي الإضافة الوحيدة الغير تقليدية اللي أنا بحب أضيفها. هاي هي المواد الجافة صارت عندي كلها. بضل عندي هون الزيت وعندي الملح والمي. رح أضيف المي هلأ بالتدريج مع العجن، أما الزيت والملح فرح نضيفهم بعد ما نخلص عجن. خليني أحكي لكم عن المي. أنا عندي هون تقريباً ما يعادل 400 ملي من المي، يعني كاستين إلا ربع من المي. ممكن تحتاجوا أكثر شوي، ممكن تحتاجوا أقل شوي، فأنتوا بتضيفوا أول كاسة من المي، بعدين بتجيبوا كاسة إلا ربع ثانية وبتبلشوا بالتدريج تضيفوها، أو بتضيفوا أول 200 ملي أول مرة وال 200 ملي الثانيين بتضيفوهم بالتدريج حتى تشوفوا العجين، ما تكتروا مي حتى العجين ما تصير كثير طرية وتضطروا تزيدوا طحين، وإذا قللتوا مي بتطلع العجينة ناشفة والشغل فيها صعب.
فضفت انا اول 200 ملي من المي، وهي ال 200 ملي الثانيين هون، حتى شوفوا انا حطيتهم بكاستين حتى اعرف انه هاي رح اسكبها كلها، اما هاي فرح اضيفها بالتدريج. فخليني هلا اضيفها كمان على العجين ونعجنها مع بعض. دائماً إذا بتستخدموا العجانة لتعملوا أي نوع من العجين ما تعلوا السرعة أكثر من 2، يعني طبعاً أي عجانة في عليها سرعات ما تعلوها أكثر من السرعة الثانية، لأنه ممكن أنه تكسروا العجانة وتأذوها، لأنه العجين بالعادة وزنها ثقيل، يعني مثلاً إحنا حاطين 600 جرام من الطحين، يعني كيلو إلا تقريباً، فبصير الوزن كتير ثقيل عليها، فهي السرعة 2 أكثر إشي بنقدر أنه نعلي فيه. رح أكمل إضافة المي بالتدريج وبعد هيك نكمل بالعجن. بعد 5 دقائق من العجن المتواصل على السرعة الثانية رح نضيف الملح وزيت النباتي. عندي 2 معلقة كبار من الزيت النباتي فقط، وأي عجينة بدنا إياها تكون خبز، مش ما عم نحكي عن الإشي بدنا إياه قريب من الكيك، إحنا بدنا إياها عجائن الخبز، المناقيش مثل خبز، لازم تكون كمية الزيت قليلة وتضاف بالآخر حتى ما تغلف عندي الجلوتين الموجود بالطحين، وبهاي الحالة بقدر إنه يصير عندي روابط جلوتين كتير قوية وهو المطلوب. أما الملح رح أضيفه بالآخر لأنه أنا الخميرة ما فعلتها مباشرة، فهيك بضمن إنها تصير عندي النتيجة ممتازة. يعني لو أنتم فعلين الخميرة من قبل بتقدروا تضيفوا الملح مباشرة ما في مشكلة، بس إذا أضفت الملح والخميرة مع بعض رح أقتلها للخميرة. صح. طيب هاي العجينة قسمتها ل7 طابات، كل طابة وزنها 150 جرام. طبعاً الطابة كانت هيك زغنوطة قد النقطة، وشوفوا قد اسم الله خمروا، شوفوا صار كيف صار حجم كل طابة فيهم، ما شاء الله. هيهم 7 طابات مرتاحين ولا أحلى من هيك. يعني خمرت العجينة على 2 مراحل، المرحلة الأولى بعد ما جهزت كل عجينتي بنغطيهم نتركها بمكان دافي لمدة ساعة لحتى تتضاعف حجمها، بعد هيك قطعتها ل7 كرات وزن كل كرة 150، وتركتها ترتاح كمان نص ساعة حتى تصير عندي العجينة جاهزة للشغل. وشوفوا لي اياها ما شاء الله. رح أبلش أمد العجين بهالشكل، وما تقربوا على الأطراف، يعني بنمدها من النص وبنخلي الأطراف شوي سميكة عشان حلوة بحلوة بتكون بحبة المناقيش، تكون الأطراف أسمك شوي. بهالشكل. هلا شو رح نحشيهم لحبات المناقيش عنا؟ عنا الحشوات التقليدية اللي هي الزعتر، رح نضيف عليه زيت الزيتون ونحرك، وعمره ما بيكون في مقدار للزعتر والزيتون، هاي لا تقنعوني، هاي على النظر، بنضل نضيف زيت وزعتر وزعتر وزيت وزيت وزعتر لنوصل للقوام اللي احنا بدنا اياه. رح اضيف هون، في ناس بحبوها خلطة الزعتر تكون طرية، وفي ناس بحبوها جامدة، أنا خير الأمور الوسط، بحبها تكون بالوسط، فهي زي ما أنتم شايفين على الشوف، يعني مش مقادير أنا بقدر أنقلكم إياها. تمام. أما الخلطة الثانية فهي أكيد العكاوي، ما في بعد الجبن العكاوي. رح أحط هون الجبن العكاوي، بس قبل بدي أنقل العجين على صينية الخبز لحتى مباشرة أعطيها الشكل النهائي تاعها. رح أحملها أحطها هون هيك. هلأ أنا ما مديتها كتير لأني لما أحط الجبنة هلأ رح أرصها بهالشكل هيك. نحط الجبنة بالنص ومنبلش نرص بالجبنة هيك، ونتفش في العجين للطراف، وعبوها جبنة. هلا ما في داعي نخمر كمان مرة، مباشرة بنوديهم على الفرن على حرارة 250 بالطبقة اللي تحت، بياخدوا معانا 6-7 دقائق. المناقيش ما بتتحمل وقت كتير بالفرن، إذا تركتوها بالفرن كتير بتطلع معانا ناشفة كتير وما بتتاكل، لازم المناقيش تاخد وقت قليل بالفرن، وهذا اللي بضمن لي النتيجة الخرافية تاعتها. كيف يعني نتيجة خرافية؟ يعني
المنقوشة بتضلها طرية وبتنتنى معانا هيك، ما بصير حبة المنقوشة تكون قاسية ومش عم تنتنى. فشوفوا كيف؟ إيه؟ شايفين؟ شوفوا اللون الخرافي اللي أخذته من تحت. فحبة المنقوشة بتطلع ممتازة على حرارة 250، يعني ماكسيمم أقصى 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 إشي نعطيها 10 دقايق بس مش أكتر من هيك. أنا بهذا الوقت هلا رح أعمل لكم كمان حبة بالزعتر وأفرجيكم كيف رح نعملها. نفس الطريقة رح أبلش أمدها وأخبي الأطراف لأنه أنا بدي الأطراف يضلوا سماك، ورح أعبيها بالزعتر. ينسيت أعمل لكم الحلاوة، الحلاوة بنفس الطريقة رح نعملها، بس الحلاوة بسكرها ما بخليها مفتوحة. هبة شو المعجنات المفضلة عندك؟ هيك بهالشكل. بس تعرف الحلاوة أنا جربتها بأحد المطاعم ببيروت وكانت كتير مميزة، كتير زاكي. بحطوا فيها شوكولا اللي مع بندق بتكون، وفيها هيك كمان حلاوة. أنا جايبت لك الحلاوة بالفستق، هلأ بعمل لك واحدة وبجهزها. يا عين، احنا اتفقنا اليوم سادس يوم العيد. يا عين، بعدنا بسادس يوم العيد، مش عارفة احنا حنركض وراكي ونشوف لوين بدنا نوصل. بطل نركض. ما رح احكي شيء، رح التزم الصمت. بدي اشكرك جزيل الشكر شايفه، قلنا وقفه اخرى معك لنشوف الاطباق بصيغتها النهائيه ان شاء الله. ومشاهدينا الى هذه الفقره، وبعد الاجازات الطويله من المدرسه ومضي فتره الاعياد، يبدا الاهل بالشكوى من عدم القدره على تنظيم نوم اطفالهم والعوده الى الروتين اليومي ضروري لصحه اطفالهم الجسديه والعقليه. فما هي أهم النصائح لتنظيم نوم الأطفال؟ تخبرنا رحمة علاوي مستشارة نوم الأطفال المعتمدة، تطل علينا مباشرة من الكويت. ست رحمة أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا. يعني اليوم هذا الموضوع صراحة مهم جدا، وأريد أن تخبريني بداية عن أهمية البدء بتحضير الأطفال نفسيا وجسديا قبل انقضاء فرصة الأعياد. صحيح، هلا كثير مهم انه نحكي للأطفال بكل شيء بدنا نعمله، لأنه حلو انه نشاركهم بكل شيء، حلو انه يعرفوا ايش المتوقع منهم. فنفس الشيء لما يجي عن موضوع النوم والصحوة بدري، نفس الشيء بدنا نصير نحكي لهم انه هلا حنصير نصحى بدري، رجعنا للروتيننا، رجعنا للوضع الطبيعي اللي كنا فيه، نهيئهم نفسيا انه رجعت المدرسة لازم نصحى بدري، ننام بدري، اذا عندنا بيد تايم روتين او روتين ما قبل النوم نحكي لهم ايش هو، نقعد معهم نفهم ايش هم بدهم بروتين ما قبل النوم مشان نحببهم بهذا الموضوع. نعم، طيب أيضا أخبريني عن أهمية حصول الطفل بشكل عام بكافة الأعمار على ساعات النوم الكاملة اللي بيحتاجها جسمه وعقله. صحيح، هلا زي نوم الكبار زي أشخاص الكبار كتير مهم إنه ينام الشخص، لأنه بتقيسيها على حالك لما أنت تكوني تعبانة مش نايمة منيح، بيكون مودك مش صح، بتكوني تعبانة خلال النهار، بيكون تركيزك مش كتير قوي. نفس الشيء عند الأطفال بس أكتر، يعني لأنه زي ما إحنا بنعرف هرمونات النمو بتطلع عند النوم، فكتير مهم إنه يناموا ساعات الصحيحة لأعمارهم، وهذا بعد عمر الثلاث سنين، يعني بعد ما نوقف النوم خلال اليوم، يعني غفوات خلال اليوم لازم يكون على الأقل 10 ساعات متواصلة بالليل. نعم، 10 ساعات متواصلة، مهم جدا هاي المعلومة، يعني لأنه يعني بالكثير من الأحيان بتتراوح يعني عدد الساعات بين دراسة وأخرى، هناك من يتحدث عن 6 ل 8 ساعات، وهناك من يتحدث عن 10 ل 12 ساعة. مهم جدا ما تتحدثين به ست رحمة. اليوم هناك نصائح كثيرة أيضا نشاهدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم نوم الطفل، ولكن ليست كلها ناجعة، هناك يعني تنظير أكثر من الأمور التي فعلا تنطبق على واقعنا. هل لديك نصائح ربما فعلا تكون ناجعة لتنظيم نوم أطفالنا؟
صحيح. هلا بس بدي احكي اشي على النقطة اللي قبلها، الست لسبع ساعات هذا للشخص الكبير، اما الاطفال يعني احنا عم نحكي لحديت عمر تقريبا 8 سنين لازم يكونوا على القليلة عم بيناموا 10 ساعات ل 12 ساعة خلال النوم الليل، سوري ما بنوصل 12 ساعة كثير قليل، بس انه اقلها هي 10 ساعات 9 ونص، هذا الحد الادنى يعني، بس اكثر اقل من هيك ما بصير لانه الجسم ما بيكون عم بياخذ الساعات النوم الكافيه لعمره. بخصوص انه ايش النصائح اللي بنعطيها مشان نعدل نوم الاطفال، اكثر نصيحه بحب اعطيها للاهالي انه ما تحاولوا تعدلوا نوم الاطفال ابتداء من الليل، لانه الطفل اللي اوريدي تعود يسهر مثلا برمضان عم بينام على الساعه 1 12 كل يوم، كثير صعب 1 الفجر يعني بالليل، كتير صعب إنه نخليه ينام مرة واحدة على الساعة 8. الأسهل إنه نصير نصحي الصبح بدري، هيك تلقائياً شوي شوي يوم عن يوم بصير جسمه متعود على الساعة البيولوجية اللي عنده. الساعة البيولوجية عند الأطفال هي عادة إنه بيناموا بدري وبصحوا بدري، لما يصحى الصبح بدري بحدود الساعة 7 الصبح بصير تلقائياً جسمه شوي شوي بطلب إنه يصير ينام بدري بالليل حدود الساعة 8 8 ونص بهذا الحدود، يعني طبعا حسب عمر الطفل، كل ما كبر عمر الطفل كل ما بيكون ساعات النوم شوي أقل، فبنقدر نأخره شوية يعني مثلا للتسعة، بس كل ما كان الطفل بعمر أصغر لازم يكون بدري ينام بدري أكثر. نعم، طيب شو السبب إنه في اختلافات بهيك يعني طريقة تعاطي الأطفال مع النوم؟ يعني هناك بعض الأطفال بيعودوا بسرعة لنظام النوم السابق، وفي أطفال آخرين بيعاني الأهل معهم بشكل كتير كبير من عدم القدرة على النوم المبكر والصحي. هل له علاقة ربما بنظام الأكل؟ هل له علاقة بنشاط الأطفال؟ اختلفت أيضا حياتنا بين اليوم والأمس. 100%. هلأ له كتير عوامل بتدخل بالموضوع، من أكبر عامل هو طبيعة في بعض الأطفال طبيعتهم بتأقلموا بسرعة، ما عندهم مشكلة بالنوم، مش كتير بدهم مساعدتنا. وقت تانية إنه في أطفال لا بيكون كتير بدهم مساعدتنا، مش سهل إنه نرجع نظبط نومتهم، عشان هيك ننصح لهدول الأطفال إنه يكون خلال اليوم في physical activity، نشاط بيقدر يعمله، نشاط جسدي نعمله مش قبل النوم بالضبط، بس مثلا يعني قبل 2 لـ3 من النوم يكون مثلا بلعب كرة قدم، تعمل جمباز مثلا، بتنطنط بالبيت ألعاب هيك بسيطة تركضوا أنت وياهم بالبيت، هذا الإشي بيساعد. كمان نوقف الشاشات، إنه نطلع على التلفزيون، آيباد، موبايل، عادة الضوء اللي بيطلع الإشعاع البلو لايت بسموه اللي بيطلع من هدول الأجهزة هم بيأثر على عملية الهرمون، إنه هرمون النوم الميلاتونين يطلع بالجسم، فمشان هيك بنحاول قدر الإمكان إنه نوقف الشاشات قبل النوم تقريبا بساعة. نعم. على أساس الجسم يصير يبني هذا الهرمون ويصير يساعد على النوم بطريقة أحسن. وآخر إشي كتير مهم كمان إنه الأكل، عادة ما بنعطي حلويات بوقت الليل، خاصة الحلويات بعد الغداء هذا آخر إشي. بعدين حتى الفواكه مثلا، الفواكه المليانة بالفيتامين سي لأنه بتنشط، برضو بنحاول نخفف منها زي البرتقال، التفاح، كل هذه بنعطيهم إياها منشطات الصبح. بالليل بنحاول نركز على بروتين، أي إشي بروتين، لبن، دجاج، خبز، جبنة، هدول لأنه بيساعدوا كمان بعملية أنه يطلع هرمون النوم اللي هو الميلاتونين. نعم نعم. شو رأيك سيدة رحمة بمن يحاول من الأهل هيك أنه يحصل على حل سريع ويعطي طفله بعض الأدوية المخصصة للنوم؟ ممكن تكون هذه الأدوية خاصة بالنوم، ومنها يعني ما نراه بشكل أصبحنا مكثف في الصيدليات، ربما تكون من المواد الطبيعية، ومنها أيضا ما له علاقة بأدوية الحساسية أيضا التي تحفز النوم. صحيح. هلا
أنا مش مع أنه نعطي الطفل أي نوع من الأدوية، لأنه نحن هيك عم نلعب. يعني عادة هاي الأدوية زي ما حكيت أنه بيكون فيها الميلاتونين، بيساعد أنه يكبر هذا الهرمون أو يحفز هذا الهرمون زيادة. فنحن بالنهاية زي كأنه لما نعطي الدواء زي كأنه عم نلعب بالهرمونات الطفل. الأغلب ما بيكون الحالة أبداً محتاجة لأنه نعطي دواء، الحالة عبارة عن بس بتكون بحاجة إنه تنظيم نوم، بحيث إنه يصيروا نفس الشيء يصحوا بدري الصبح، شوي شوي نعطي الأطفال النشاطات خلال اليوم، الأكل زي ما حكينا، وبعدين شوي نحاول ننيمه بدري. وهذا لحاله الجسم شوي شوي بتأقلم. طبعا إحنا بنحكي عن أجسام، فبالنهاية بدها شوية صبر، لأنه ما حتصير بين يوم وليلة. يعني بدنا شوية، يعني تقريبا 5 أيام 7 أيام لبين ما يتأقلم الجسم إنه يصير يتعود إنه يصحى الصبح وبدري وينام بدري. فأنا مش مع إنه نعطي هاي الأدوية لأنه عم نلعب كتير بالهرمونات. يعني ما بفضل هذا الحل نهائيا. نعم، أشكرك جزيل الشكر رحمة علاوي، مستشارة نوم الأطفال المعتمدة، حدثتنا مباشرة من الكويت. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وحلقتنا مستمرة معكم في ركن التغذية. الآن نتحدث عن عدو غذائي شهير، وهو السكر المصنع، والذي يحاول كثير من الناس الامتناع عنه، ليس فقط لفقدان الوزن بل لمخاطره الصحية الكثيرة. فماذا يحصل للجسم عند التوقف عن تناول السكر، وما البدائل الطبيعية للسكر؟ أسئلة نطرحها على الاختصاصية في التغذية أحلام زيدان. وأحلام، أهلا وسهلا فيك اليوم معنا. يعني أحلام، البداية نبدأ بماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول السكر؟ هذا سؤال كتير حلو. ما في حدا ما بيطرحه، خاصة عم يفكر يعمل دايت أو يصير صحي أكتر. نعم، بس نتوقف عن السكر بصير عنا عوارض. هذه العوارض بتكون لمدة أيام أو أسابيع على حسب تعلقنا بالسكر. إذا كنا بنتناول السكر بشكل يومي وبكميات كبيرة، معناتها العوارض رح تكون أكتر. وإذا وقفنا السكر بشكل مفاجئ دايركت، يعني ما عطينا حالنا وقت أو تدريجي تكون توقيف السكر، أكيد رح تكون العوارض أقسى علينا. فتوقيف السكر لازم يكون مدروس، لازم نفتش على مصدر التحلية، يعني نوعه، نخفف من السكر بالأول بشكل تدريجي، ونرجع نقطع. أكيد عم نحكي عن السكر المصنع بالزيت. نعم نعم. طيب، توقيف السكر بشكل تدريجي بيصير كيف؟ يعني كيف الإنسان ممكن ينظم هذا الشيء ضمن نظامه الغذائي؟ رح أعطيك أمثلة هيك أفضل من نطبقهم على حياتنا. نحن فينا نخفف كم مرة بناكل سكر أو سكريات بالأسبوع. إذا كنا ناكلها بشكل يومي، ممكن نصير نعملها مرتين بالأسبوع على حسب الحاجة وحسب طلب جسمنا. بنقدر نخفف كمية السكر، مثلا إذا عم ناخد سكر مضاف على المشروبات الساخنة اللي عنا، ممكن نخفف كميتها من مثلا ملعقة شاي لنصها لولا شيء، أو نستبدلها بمحليات طبيعية. ممكن كمان نجرب قد ما فينا نخفف من الأكل المصنع، لأنه الأكل المصنع بيدخله كتير سكر مضاف، وممكن يكون هذا السكر المضاف النوع اللي نحن عم نبعد عنه بكميات كتير كبيرة من دون ما ننتبه، هو منسميهم سكر مخبى. فالسكر المخبى كمان مصدر أساسي بأكلنا، خاصة حياتنا هلأ، حياتنا السريعة. أغلب أكلنا بيكون مصنع ومعرض لكتير تصنيع، فبيدخله سكر ليحفظه لفترة طويلة، وبيدخله سكر للطعمة وحتى للشكل الخارجي. فنحن لازم ننتبه وين السكر وشو نوعه، لأنه في نوعين سكر، في السكر الطبيعي الموجود بقلب الأكل، وفي السكر المضاف، ممكن يكون صناعي أو ممكن يكون كمان طبيعي. يعني نعم، في أكثر من نوع. نعم، مهم جدا ما تتحدثي به. وخلينا نقول للمشاهدين من جديد أنه يعني توقف عن تناول السكر تدريجيا يصاحبه أيضا يعني بعض الحالات الصحية، مثل التعب، مثل شعور. يعني احكي لنا أنت شو بصاحب هذا التوقف حتى لو كان تدريجي بطيء؟ من أهم العوارض اللي ممكن نحس فيها وجع رأس، لأنه السكر هو الفيول الأساسي لخلية الجسم بما فيها خلية الدماغ. بس نحن بس نوقف بشكل مفاجئ بالزيت، بيصير في عنا وجع راس، بيصير في عنا نوع مثل ضباب بالنظر، ممكن نحس حالنا دايخين، نوع من الغثيان، ممكن حتى نتوتر ونعصب ونقلق، ممكن نصير مزاجيين،
كله هيدا بتعلق بالسكر، لأنه السكر بيلعب بتوازن هرمونات الجسم فيزيولوجيا وإله دور أساسي بنفسية الشخص. السكر بس نحن ناكله في شيء فيزيولوجي بيصير بالجسم، بيفرز الجسم هرمونات السعادة، بنحس بالفرحة بالطاقة، بس نعدمه بشكل مفاجئ أو نسحبه من أكلنا بشكل مفاجئ طبعا رح يصير فيه هيدا الهبوط السريع. فنحن هون لازم ننتبه، بس هيدا العوارض ما حتستمر. نحن بعد 3 إلى 7 أيام عند أغلب الناس هيدا العوارض بلش تخف، ومن بعدها بصير في عنا طاقة من أول وجديد، بالعكس بصير في عنا تركيز أحسن، قدرة حرق أحسن، كله بيتحسن مع الوقت. والأحسن أنه نحن نلاقي البديل، يعني مش ضروري نقطع السكر كليا من حياتنا، بس نفتش على البديل الصحي. طيب البديل الصح، قبل ما نروح أنا في عندي أكثر من نقطة حابة نرجع لها أنا وأنت بحديثنا، ولكن البديل، في بديل السكر الصناعي أيضا اللي بنشاهده أيضا دائما في محلات البقالة أو بالصيدليات، وزيرو كالوري مكتوب عليه وما إلى ذلك، هل هذا فعلا بديل صحي؟ في نوعين من البدائل للسكر، ممكن يكونوا محليات، محلي طبيعي ومحلي صناعي. محليات الطبيعية يلي هي مثلا من ستيفيا، يلي هي طبيعية من ورقة شجرة الستيفيا، ولكن بنشوفها ببودرة بيضة، نحن ما بنشوفها ب يعني ما بنشوفها عشبة. نعم بنشوفها ببودرة بيضة لأنه أحيانا كتير تتعرض للتبييض، بس نحن لازم نفتش على شيء اسمه مستخرج الستيفيا، يعني ستيفيا اكستراكت بقلبه، وما يكون ممزوج بمواد تانية اللي هي مواد حافظة أو محليات صناعية. هلأ كتير عم ينزل، بتلاقي صار في سوق للمحليات لأنه العالم بدها تبدل السكر بشيء، سو بتفتش على المحليات الصناعية. نصيحتي أنا أنه ما نلجأ للمحليات الصناعية، نروح للمحليات الطبيعية ونقرأ البطاقة الغذائية مع شو المزيج. ممكن نلجأ لشراب القيقب أو الميبل سيرب اللي هو طبيعي من شجرة القيقب، ممكن نلجأ لستيفيا، ممكن نلجأ لسكر التمر اللي بينعمر بالبيت، منجفف التمر نطحنه بصير عنا سكر تمر، ممكن استخدامه بالحلويات. عندك العسل، عسل النحل العضوي طبعا جدا أساسي وجدا صحي، لأنه هون بس ما منفكر بس بقدي في نسبة سكر، لأنه هذا سكر طبيعي، منفكر شو جاي معه as a package، مضادات للأكسدة، فيتامينات، معادن، زنك، مغنيسيوم، كالسيوم، كله هذا مفيد للمناعة ومفيد للجسم. ففي أشياء نقدر نميزها على حسب فوائدها الصحية. نعم، تحدثت عن العسل، تحدثت عن القيقب، وتحدثت أيضا عن عناصر غذائية مختلفة استخدامها أيضا باعتدال، يعني نحن كمان ما فينا أنه يعني نفلت على هالأنواع. صح؟ صح، ما فينا نفلت، هاي الكلمة صح. نعم. دايما لازم نفكر أنه نحن مجمل استهلاكنا من السكر اللي رح سميه مضاف ممكن يكون لأن صناعي وغير صناعي، ومثل ما قلنا نلجأ للطبيعي أحسن، بس السكر لازم يكون مش أكثر من 10% من توتل سعرات الحرارية تبع اليوم. إذا تعدينا نحن عم ناخد كتير سكر، هذا بس نحطه بملخص سهل، مثلا إذا نحن بناخد 2000 سعرة حرارية، يعني عنا 200 سعرة حرارية الماكسيموم لازم تكون من السكر. السكر بس ال200 سعرة حرارية ممكن تكون كمان تتضمن السكر المخبى اللي تحدثت عنه. 100%، هذا عم نحكي توتال سكر مضاف، مش السكر اللي بنزيده على الأكل. يعني نحن فينا نلجأ للمحليات، بس كل شيء بناكله فيه سكر. يعني مثلا إذا عم نشتري أي شيء مصنع أو معلب بقلبه سكر ليحفظوه. ممكن عم نحكي مخبوزات، عم نحكي حلويات، يعني كيك وبسكوت، ويعني كل شيء بيخطر على بالك من الشوكولا بقلبه طبعا سكر. حتى مثلا الاشياء المضافه طبعا سكر مضاف، حتى لو كان بني هو سكر مضاف وهو مصنع. نعم. وحتى اللون البني احيانا ما بيكون لون بني لانه هو انخالي، لانه في القشره الخارجيه، ممكن يكون بني لانه مدموج مع الدبس. نعم. وهيدي معلومه مش الكل العالم بتعرفها. فلازم نقرا على البطاقة الغذائية شو مصدر السكر اللي نحن عم ناخده. نعم. ونجرب نبتعد عن مثلا العصائر خاصة المعلبة، عن مثلا مشروبات الطاقة، مشروبات الرياضة، كل هيدي منضف له سكر لحتى نتقبل الطعمة أكثر. نعم. وتعمل مثل ريهايدريشن أو عادة. طب كيف بنقدر نعرف؟ يعني أنت عم تقولي أنه نطلع على البطاقة الغذائية لكل منتج، يعني البطاقة الغذائية بيكون مكتوب فيها كلمة سكر أو بيكون مكتوب فيها كلمات أخرى بتعني سكر غذائيا ولكن إحنا مش متداولة عنا ما بنعرفها؟ ممكن كتير يضيعونا على فكرة. لأنه كلمة سكر مش دايما بتلاقيها السكر، ممكن تلاقيها سكروز، ممكن تلاقيها دكستروز، ممكن تلاقيها مالتوز، ممكن تلاقيها على شكل سيرب اللي هو مركز الفواكه أو مركز الخضرة. بس طبعا إذا المصدر طبيعي يعني عسل
شراب القيقب مركز الفواكه او مركز الخضره هيدا منيح، بس نحن اللي عم نبعد عنه هو المصنع. يعني مثلا اللي مثل ما قلت البودره البيضاء المصنعه من السكريات يلي اسمها ممكن يندرج تحت مش بس فركتوز اللي هو سكر الفواكه، ممكن يكون دكستروز، مالتوز، سكروز، سيرابات مختلفة. نعم. الأسامي ما بنخلص إذا بقول لك قد ايه في أسامي. والموضوع يعني بالبطاقة الغذائية بده حلقات يعني الحديث عنه. اليوم لو بدي هيك بدقيقة واحدة تعطيني نصائح لجميع الأشخاص حول كمية السكر المناسبة لأجسامهم وكيف ممكن إنه يقللوا من الكميات الإضافية اللي بيتناولوها. اوكي ذكرنا قبل انه لازم تكون 10% من التوتال السعرات الحراريه، واكيد برجع بقول منه السكر المضاف، السكر الموجود بكل شيء اكلنا. لان السكر موجود بكل شيء، بالفواكه، بالخضار، بالحليب ومشتقاته، يعني وبالطبعا النشويات. بس النشويات عندنا نوعين، نشويات معقده يعني خبز اسمر، باستا سمراء، خبز بطاطا، بطاطا حلوه، هذا كله اسمه نشويات. وعندنا النشويات البسيطه اللي هي شكلها سكريات. نحن هلا بس بدنا نخفف، نلجا لانه ما ناخذ كثير سعرات حراريه مصدر السكر، بس نرجع منطلع شو نوع مصدر السكر، هل هو صناعي ولا طبيعي، من وين جاي، قد ايه ممكن ياذينا. لانه السكر من اهم مخاطره، اللي انا بنصح كل العالم تعتبر السكر الابيض المصنع عدو لها، لانه هو جدا مسبب للالتهابات بالجسم. قد ما بدك فيني اعدل لك مشاكل صحيه بترتبط بالسكر بطريقه مباشره أو مش مباشرة. حتى الالتهابات الخطيرة يعني مثل مرض الكانسر، في دراسات كتيرة هلأ بتقلك قديه هو متعلق بالإنفلاماتوري فود اللي مثل السكر، السكر المصنع. كمان مثلا أي التهابات إذا بتخففي، التهابات مفاصل إذا بتخففي السكر المصنع من أكلك بتحسي بتحسن. إذا مثلا أي شيء مناعة الجسم، بس نتناول السكر الأبيض المصنع، مناعة الجسم بعد ساعتين هي أوطى 50% من ما نحن عنا إياها قبل. ممكن نتعرض لأي فيروس أو أي بكتيريا بهذا الوقت ودغري نمرض هون. يعني المناعة كمان السكر بيرتبط طبعاً بالبدانة وبمشاكل الوزن، بيرتبط بمشاكل السكري. لأنه نحن كل ما ناخد سكر أكتر مثل إدمان بنصير نطلب أكتر. بس نطلب أكتر متعرض لالتهابات أكتر، وحساسية الجسم على مادة الإنسولين أو هرمون الإنسولين بتخف. نعم، لانه كثير عم ناكل سكر، فبدنا ننتبه للعوارض. بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هالمعلومات القيمه الاختصاصيه في تغذيه احلام زيدان. شكرا لك. ثانك يو لك. ميرسي. ميرسي. ومشاهدينا نذهب الى محطتنا الادبيه مع قصه حياه الكاتب الكندي يان مارتل، تعرفنا اليها فضيله الفاروق في هذا التقرير ونعود. لو لم تتحول روايته حياه باي إلى فيلم من توقيع المخرج التايواني أنغ لي العام 2012 ونيله الأوسكار، لما سمعنا ربما باسمه، بالرغم من نيل الرواية جائزة مان بوكر المرموقة العام 2002. الرواية في حد ذاتها ليست موضوع حلقتنا اليوم، بل كاتبها يان مارتل الذي يعتبر من أهم الكتاب الكنديين المقروئين في العالم. يان مارتل ذي الأصول الإسبانية، ولد في مدينة سالامانكا أو شالامانكا بإسبانيا، ولأن والده كان دبلوماسياً فقد ترعرع بين دول كثيرة غير إسبانيا التي ولد فيها وأونتاريو الكندية التي درس فيها حتى تخرج في إحدى جامعاتها. فقد عاش في ألاسكا وكوستاريكا وفرنسا والمكسيك. تشبع مارتل بأجواء الشرق خلال رحلاته بين تركيا وإيران والهند تحديداً، وعمل في وظائف غريبة في مقتبل عمره، ثم قرر في 27 من عمره أن يتفرغ للكتابة، وكان ذلك نعم القرار. دخل عالم الأدب بمجموعة قصصية العام 1993 بعنوان الحقائق وراء هلسينكي روكاماتيوس. أما روايته الأولى الذال فقد أصدرها سنة 1996. تلتها كتب أخرى نال عليها جوائز عديدة بسبب الموضوعات الصادمة التي كان يطرحها والعناصر البنائية لروايته. ومع هذا فإن أشهر رواياته حياة باي أثارت الكثير من الجدل بسبب التشابه الكبير بينها وبين رواية ماكس والقطط للكاتب البرازيلي مواسير سيكلير، والذي كان ينوي أن يلاحق مارتل قضائياً
لكن المشكلة بينهما حلت حبياً، وكانت سبباً آخر لزيادة مبيع الكتابين معاً. الجميل في حياة مارتن ليس باب الثراء الذي فتح له على مصراعيه منذ نال جائزة المان بوكر، بل حفاظه على تواضعه وأخلاقه الرفيعة، فقد عاد إلى مدينته للاهتمام بمرضاه، حيث يعمل في عيادة للرعاية التلطيفية، وهي عيادة تساعد المرضى المتعبين نفسياً للتشافي عن طريق الكتابة. سنة 2007 أطلق مارتن تحدياً بعنوان ماذا يقرأ ستيفن هاربر؟ وستيفن هاربر كان آنذاك رئيس الوزراء الكندي، فراح يرسل له كتاباً كل أسبوع ليقرأه، ليبلغ عدد الكتب التي أرسلها له 100 كتاب وكتاب من القطع الصغير، وكان هدفه الدخول معه في حوار، وقد أنهى التحدي سنة 2011 وأصدر كتاباً أول بالمراسلات التي تمت بينهما سنة 2009، ثم كتاباً آخر في 2012 للمراسلات الكاملة. لمارتل أيضاً مواقف إنسانية كثيرة تضاف لرصيده، مثل موقفه ضد إسرائيل التي تريد طرد شعب بأكمله من أرضه لبناء وطن. إذن تعرفنا على الكاتب الكندي يان مارتل بصوت وبصورة صديقة العزيزة فضيلة الفاروق، والآن إلى فقرة أنا أنتظرها ونرغب في الحديث عنها، مشاهدين، التلاعب بالعقول، والذي يعد أحد أشكال الإساءة النفسية التي تشهدها العديد من العلاقات البشرية، حيث يدفع شخص بمن يقابله إلى التشكيك في عقله وإدراكه للواقع والذكريات، ينتج عن ذلك حالة من الارتباك والقلق وتراجع الثقة بالنفس. فما هي أشكال التلاعب النفسي وتأثيراته النفسية، وكيف يمكن مواجهته ورفض الوقوع ضحية له؟ الإجابة تأتينا مع دكتور فيصل الطهاري، الاختصاصي في علم النفس العيادي، والذي ينضم إلينا مباشرة من الرباط. صباح النور دكتور، وكل عام وحضرتك بألف خير. صباح النور، أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بألف خير، مرحبا. خلينا نبتدي ربما من المصطلح دكتور الذي الآن يكثر تداوله، الغاز لايتينج أو التلاعب العقلي، ماذا نقصد به ولماذا أصبح هذا المصطلح شائعا في يومنا؟ صحيح، هو أن المصطلح أصبح اليوم شائع، هذا يدل على أنه بالفعل أصبح للناس ثقافة نفسية، ربما يطلعون أكثر عبر الإنترنت وعبر المواقع إلى ما يمكن أن يعيشون، ولكن في نفس الوقت هو يعد إنذارا سلبيا يشير إلى أن هذه ظاهرة التلاعب العقلي أو هذه الإساءة النفسية الفظيعة أصبحت اليوم منتشرة، مع العلم أننا نتكلم عن مصطلح يعني عرف في أربعينيات القرن الماضي. الغاز لايتين أو التلاعب العقلي هو مصطلح يعني جاء في مسرحية إنجليزية كانت في أربعينيات القرن الماضي، كانت حول يعني ممثل يحاول ما أمكن أن يشوش ذاكرة وانتباه زوجته، بحيث أنه يحاول ما أمكن إضاءة المصباح بدرجات مختلفة، ويحاول ما أمكن أن يجعلها تشك في نفسها أن الضوء لم ينقص ولم يزيد. ومن هنا أتى علماء النفس بمصطلح الغاز لايتين أو التلاعب العقلي كإساءة نفسية يتعرض لها الإنسان من شخصيات أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها شخصيات سامة، وتحاول ما أمكن بتقنيات وبألاعيب كثيرة جدا أن تحاول ما أمكن السيطرة على عقل الإنسان الآخر، وتحاول ما أمكن إيهامه بأنه هو المخطئ على طول الخط، وأن هو من يجب عليه أن يعترف بأخطائه وأن يعتذر عنها، والعكس أيضا هو الصحيح. نعم، يعني ربما دكتور على مر السنوات العديد من الكتب أيضا التي كتبت كانت تعطي فنون التلاعب بالآخرين، ويعني ربما أذكر منها كتاب الأمير، هناك كتاب 48 قانون للقوة، وغيرها الكثير من الكتب التي كانت ترسي لأسس للتلاعب بالآخرين.
وتعطي أساليب، ما هي هذه التقنيات؟ يعني إذا تخبرنا عنها. هي تقنيات وأساليب كثيرة جدا ومختلفة حسب درجة حدة اضطراب الشخصية، لأنه لنكن مجمعين على أنه من يقوم بالتلاعب العقلي هو إنسان غير سوي، وهو إنسان يعاني من اضطرابات قوية جدا على مستوى شخصيته. والمعروف جدا والأكثر شيوعا هي الشخصية النرجسية أو الشخصية السيكوباتية الأكثر استعمالا لهذه الأساليب. يظل من بين أهم أساليب التلاعب العقلي هو الكذب، أحاول ما أمكن الطرف الآخر أن يكذب عليك، ويحاول ما أمكن أن يوهمك بأنه بالفعل يقول الصراحة، وبأنه كل الحقائق التي لديك هي ليست صحيحة، وبأنه بل حتى أنه يمر بعد الكذب إلى مرحلة الشك في الأحداث، فهو يشكك في أحداث كثيرة جدا، ويحاول ما أمكن أن يؤثر حتى على ذاكرتك ووعيك وتركيزك وكل الصيرورات المعرفية، يحاول ما أمكن إيهامك بأنها ليست صحيحة وبأنه الصح هو ما يقول هو. يؤثر أيضا على محيطك، أيضا من أساليبهم السيئة جدا أنه يحاول ما أمكن أن يعزلك عن العالم الآخر، ويحاول ما أمكن أن تكون دائما له وحده، يحاول ما أمكن أن يستحوذ عنك وأن يقص كل خيوط العلاقات الاجتماعية في محيطك كي لا تستعين بالأطراف الأخرى من أجل أن تعرف حقيقة ما جرى أو حقيقة أو الواقع كما هو. يحاول أيضا، هو إنسان أيضا دائما لا يعترف ولا يعتذر، يحاول ما أمكن أن يحولك إلى ربما أنت تنتظر منه الاعتذار، ولكن في لحظة تجد نفسك أنت من تعتذر له بأساليب كثيرة. وأيضا منها أن يحاول ما أمكن، لأن من التلاعب العقلي أيضا التلاعب العاطفي، يحاول ما أمكن أن يشوش على عاطفتك، ويحاول ما أمكن أن يستميلك عاطفيا ويظهر لك بأنه يحبك ومخلص في حبك، ويحاول ما أمكن أن يوقعك في شباك عاطفته لكي ربما يمكن حتى أن ترى دموعه ومدى إخلاصه، ولكن كلها ألاعيب يستعملها فقط لكي يستحوذ عليك، ولكي تكون في نهاية المطاف تابع له وليس لك رأي ولا شخصية. دكتور، إذا كان المتلاعب نرجسي وسايكوباتي ومتلاعب ولديه هذا الخلل، ماذا عن الضحية؟ كيف يقتنع؟ يعني ما هي المراحل التي يمر بها ليقتنع بأفكار المتلاعب؟ يبدأ بأن يكون غير مصدق لما يقوله لأنه كذب، وينتهي بأن يؤمن به تماما حتى أنه يغالط نفسه وما يراه يقينا. صحيح. هو قبل أن أجيبك على السؤال لابد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، هو أن هذا التلاعب العقلي في كثير من الأحيان أو أغلب الناس عندما يتكلمون عنه أو يكتشفونه في العلاقات يعني العاطفية أو علاقات الحب بين الجنسين، بين الزوج وزوجته أو بين الصديق وصديقته، ولكن ليس صحيح، لأن هذا التلاعب العقلي يمكن أن نجده حتى في مقرات العمل، حتى في علاقة المدير بالموظف، يمكن أن نجده أيضا في العلاقات العائلية، ربما حتى بين الأب والابن أو الأم والابنة. إذن هذه الإساءة النفسية لا تقتصر فقط على العلاقات العاطفية فقط. أيضا الضحية في نهاية المطاف يمكن أن أقل ما يمكن أن نقول عليها على المستوى النفسي هو أنه يتم بالفعل تفريغها داخليا، بمعنى أنه يصبح بالفعل إنسان فارغ من الداخل، إنسان لا يثق في نفسه، لا يقدر ذاته، إنسان لا يستطيع أن يتخذ قرارات معينة في حياته، إنسان تابع وخاضع للآخر. الصعب جدا في المسألة هو يعني لحظة يعني اقتناع هذا الشخص بأنه ضحية لإنسان آخر يتلاعب به عقليا، بل حتى أنه عندما ربما يتدخل طرف ثالث من أجل أن يوقد هذه الضحية، في كثير من الأحيان يجد نفسه هذا الطرف الثالث هو عدو لهذا الإنسان، لأنه بالفعل يرى بأن هذه الضحية
أصبح بالفعل مغشيا عليها، وترى بأن الآخر هو من يحب له الآخر، وبأن هذا الذي يستعمل هذا التلاعب العقلي وهذا التلاعب العاطفي هو أقرب إنسان إليه، وهو من يحبه ومن يحب مصلحته. فبالتالي الأذى النفسي يصل في كثير من الأحيان إلى الاضطرابات النفسية والعقلية الحادة جدا، منها الاكتئاب والقلق والاضطراب ما بعد الصدمة. يعني في نهاية المطاف يجد نفسه هذا الإنسان تعرض لصدمة نفسية مؤذية جدا، يصعب بالفعل تجاوزها بسهولة. كيف يعرف الإنسان أنه يتم التلاعب به دكتور؟ للأسف في غالب الحالات يكون التشخيص أو أن يعرف هذا الإنسان بأنه بالفعل كان عرضة لتلاعب عقلي في مراحل متأخرة جدا. يعني في عملنا اليومي نجد دائما يعني هؤلاء الناس أو هذه الحالات تصل في مرحلة متأخرة جدا، عندما يصلون بالفعل إلى الاضطراب النفسي، ونجد بأنه من بين أسباب أهم هذه الاضطرابات النفسية التي يعاني منها هو التلاعب العقلي، وهو ما تعرض له من طرف شخصية سامة توجد في محيطه. ونحاول حتى في العلاج النفسي في بداية الأمر أن نقنعه بأنه ضحية تلاعب عقلي، لأنه إلى حدود الوصول إلى الطبيب أو المعالج النفسي لا يستطيع أن يصدق بأنه بالفعل هو ضحية تلاعب عقلي. فبالتالي يمكن أن نقول أنه يعرف الحقيقة في وقت متأخر جدا، عندما يتأدى نفسيا بشكل كبير. نعم دكتور، نحن طرحنا السؤال على مشاهدينا، هل كنتم ضحية للتلاعب العقلي وكيف واجهتموه؟ دعني أستعرض معك بعض الإجابات التي وصلتنا، وهناك إجابة معينة فقط أريد رأيك عليها. جاءتنا إجابة من هنا تقول: يلي عنده ثوابت وقيم وأخلاق لا أحد يستطيع التلاعب بعقله، إنما بعض الأحيان يمرر البعض، تقول هي من عبطهم، للوصول إلى أمور للتأكد منها. عاطف يقول: وقعت ضحيته مرتين أثناء عملية سرقة في مواصلات عامة. ميس يقول أو تقول: التلاعب العقلي صعب جدا، زي التشويه من طرف آخر، تلاعب مشاعرك بيخليك مهزوز وغير واثق بنفسك، معصب طول الوقت، متوتر، مضطرب، بمعنى قلق مستمر، وأنت مش كده، وأنت أفضل منه ألف مرة وصفات رائعة، ولكن هذا تلاعب يفوت لعقل شخص آخر. أريد أن أسألك عن التعليق الأول: الذي لديه ثوابت وقيم وأخلاق لا يستطيع أحد التلاعب به، هل هذا دقيق دكتور؟ لا، ليس صحيحا، لأنه بداية عندما نتكلم عن التلاعب العقلي نتكلم عن علاقة مستمرة وطويلة زمنيا. نعم. بحيث لا، التلاعب العقلي هو ليس لحظي، هو ليس مرتبط يعني بلحظة معينة وتمر، حتى نتكلم عن المبادئ والأخلاق وقيمة الإنسان. عكس ما يمكن أن نقول هو أن قوة الشخصية والثقة في النفس وتقدير الذات الجيد يمكن أن يحمي الإنسان بالفعل من التلاعب العقلي. أن التلاعب العقلي في كثير من الأحيان أو في غالبيته يكون من أقرب الناس إليك، هو إنسان قريب منك، ومتانة العلاقة هي التي تتحكم في قدرة هذا الإنسان على أن يتلاعب بك عقليا. فالاستمالة العاطفية وإظهار المشاعر والحب تجعل الطرف الآخر يثق في هذا الإنسان بشكل كبير، ويشعر بالفعل بأنه لا يمكن أن يخذله هذا الإنسان. فهنا القيم والأخلاق والمبادئ بعيدة كل البعد. نعم. على أن نقول بأن هذا الإنسان لا يمكن أن يستمال. نعم. أو أن يتلاعب به عقليا، فالأمر هنا رهين بمتانة وقوة الشخصية وبقدرة الإنسان. صحيح. على أن يفهم وأن يستوعب. نعم. الأذى منذ بدايته الأولى لكي. نعم. يوقفه. شكرا جزيلا لك، دهمنا الوقت للأسف. دكتور فيصل الطهاري الاختصاصي في علم النفس العيادي كنت معنا مباشرة من الرباط، شكرا جزيلا لك. مرحبا. صباح النور من جديد مشاهدينا، وصباح النور لك يا سارة. مساء صباحك. نذهب أنا وأنت إلى محطة ثانية في مطبخ لقمة هنية مع الشيف لبنى. يا أهلا يا أهلا. يا أهلين وسهلا. فطورنا صار جاهز سارة؟ لا، لساتك مصرة على 15 كالوري؟ لا، ما احنا اتفقنا اليوم سادس العيد. أوكي، أوكي. فعادي. خلص، صح برافو عليك، تراجعتي من الأول، فخورة فيكي.
إليك. شكرا شكرا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بثاني فقرة معنا لليوم. هنحضر الوافل والبانكيك، المناقيش صاروا جاهزين ما شاء الله، الريحة ولا أروع من هيك. هلأ صار وقت نحضر الوافل والبانكيك. أنا شخصيا بعملها هاي الأكلة على الأقل على الأقل كل جمعة وسبت على الويكند لجودو لينا. وبختصر بالوافل، هلأ رح أعلمكم الخدعة، إن هالوافل الأصلية بيكون فيها كتير زبدة، كتير 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 بنضاف لها زبدة. أنا بغش وبعملها بنفس طريقة البانكيك بس بقلل من الحليب. هلأ رح أحكي لكم كل التفاصيل وأنا عم بشتغل فيها. أول إشي لحتى أبدأ، في عندي هون حبتين من البيض. هاي هي الطريقة الأصلية للبانكيك، يعني وإحنا عم نشتغل بقولكم شو التغيير اللي ممكن نسويه للوافل. فأنا عندي هون حبتين من البيض، رح أضيف عليهم الحليب. قبل الحليب نضيف الفانيلا. طبعاً دائماً لما يكون في بيض لازم يكون في الفانيلا. دائماً استخدموا نوع فانيلا كويس. أوكي. رح أضيف عليهم كمان هلا الحليب. هذا هو الفرق الوحيد ما بين البانكيك والوافل بالطريقة تاعتي أنا، يعني هذا خلينا نقول وافل مش الطريقة الأصلية 100%، بس كتير زاكي، الصغار بكيفوا عليه كتير زاكي، بس سعرات حرارية أقل. والله أنا متفاجئة من حالي أنا بحكي هيك، والله صدقني يا طوني أنا متفاجئة من اللي حكيته. ولأنه جودو لينا صاروا بالنص، أنا لما يصير الموضوع عن جودو لينا بخاف عليهم بهاي الأشياء. فكمية الحليب للبانكيك 400 ملي، كمية الحليب للوافل 300 ملي. هذا هو الفرق الوحيد ما بين الوصفتين، لأن الوافل بتكون أجمل وأسمك، فرح تطلع معاكم ممتازة لتعملوا فيها الوافل. معناته للبانكيك بنحط 400 ملي من الحليب، وللوافل بنحط 300 ملي من الحليب. هلأ رح أضيف عليهم 3 معالق من السكر، بخلطهم. وشو كمان رح نضيف عليهم هلأ؟ الدهن. الدهن يا إما بيكون زيت نباتي يا إما بيكون زبدة، بالحالتين بينفع وبيزبط. فيا معلقتين كبار من الزبدة أو معلقتين كبار من الزيت النباتي، على الطريقتين حتطلع معانا ممتازة وما فيها أي مشكلة. وبالزيت أنا لاحظت لما بعملها بالزيت بتكون أخف شوي، بس إذا أنتوا بدكم إياها تكون صحية أكثر طبعاً الزبدة يعني أحسن من الزيت النباتي. هلأ صار وقت أن نضيف عليها المواد الجافة. عندي هنا كوبين من الطحين، 300 جرام من الطحين، وفي عندي 3 معالق صغار من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، بس هدول هم، ورشة من الملح خفيفة بتكون. هلأ بنحرك 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 ليتجانس كل إشي مع بعض، ونبطل شايفين تكتلات طحين، وبصير عندي الخليط جاهز. هلأ اللي بدنا نعمله إنه بنتركه 10 دقايق قبل ما نبلش شغل فيه. بهذا الوقت بنكون حمينا ماكينة الوافل، بنكون حمينا الصينية اللي بدنا نشتغل عليها البانكيك اللي بدنا إياه. هيو صار جاهز 100%. هيك خليط هذا القوام اللي انتم شايفينه قوام البانكيك. اما قوام الوافل خليني بس افرجيكم اياه، لاني انا محضره واحده قبل. شوفوا كيف الوافل بتكون شوي اسمك. هذا هو الفرق الوحيد ما بين الوافل والبانكيك، الوافل حتكون عندي شوي اسمك من البانكيك، شايفين كيف؟ مش بالسلاسه اللي عملنا فيها البانكيك. يلا نبلش نسكبهم. كيف؟ بالنسبة للبانكيك عندي هاي المقلاي، رح استخدمها مقلاي أشكال، تقدروا تستخدموا أي مقلاي أنت بدكم إياها. أول إشي بنحميها على نار عالية، وبس تسخن بنخليها على نار وسط، تمام؟ أما بالنسبة للوافل فماكينة الوافل هي بتضوي وبتطفي لحالها، فما في داعي إنه إحنا نغير بحرارتها. خلينا نبدأ هون بالوافل ونسكب الخليط. بحب أستخدم سكوب الآيس كريم لأنه بيعطيني عيار مظبوط 100% كل مرة. أفرجيكم هيك مبين، الماكينة سلكها قصير مش راضي يوصل معي.
هلا لما بتستخدموا ماكينه الوفل ما تدفشوا الخليط للاطراف او انتم تمسحوه او تعملوا اي شيء، بس هيك بتسكروها وهو لحاله الخليط بتوزع لانه من فوق ومن تحت بينكبس. بس هاي هي. نيجي للبانكيك، وهي كمان خلطة البانكيك اللي مجهزيتها أنا من قبل، قلت لكم لازم نتركها 10 دقائق قبل ما نبلش شغل فيها. وهي المعلقة، ورح أنزل معلقة بكل وحدة. لقد أتينا. يا هلا، شو الأخبار؟ أهلا وسهلا. والله هاي الخلطات جاهزة. يا عين. بعدين عم بس سرقت المقله تاع جود ولينا اعمل لكم فيه بانكيك. يا عين، اللي بيعمل وجوه بتضحك. انا بدي اي فيس فيهم انت بدك؟ في واحد متسق. انا عم تساليني؟ لا انا بدي بانكيك يعني بعدين. هي مش هانمها الفيس، المهم انه بانكيك. انا رح اعمل الفيس بعد ما ادوق البانكيك. يا عين يا عين. بهالشكل نسكبهم. هلا ما بتاخذ وقت كثير، أول ما بنشوف فقاعات على الوجه بنقلبها للوجه الثاني. بتنقلب سهلة ما بتلزق؟ هلا حسب يعني الصينية اللي عم نستخدمها. لازم دائما نستخدم صينية غير لاصقة عشان ما تلزق. شوب عندي شوبتكم. لا لا بالعكس، مش مخلية دفينة. عندك دفينة لا مخلية فرن ولا ماكينة الوفل ولا فهلا لازم يطلع فقاعات عليها بعدين تقلب. اذا لزقت بتكون الماكينه نفسها بتلزق، الصينيه نفسها او المقلايه هي بتلزق. نعم. اما غير هيك لا، مش المفروض انها تلزق. بس بدي استناها تطلع فقاعات واحسها جمدت شوي قبل ما اقلب. يلا خبرينا. نعم. خبريه بهالاثناء. اخبركم خبريه، شو عملتوا بالعيد؟ انا؟ كم حبه كعك؟ لا كثير كثير. الوضع صعب؟ جدا يعني. كنا عم نحكي انا وهبه، مش انا وهبه، معظم العالم كنا عم نحكي على هالوضع المتأزم. عرفتي؟ يا عين. بأزم لك الوضع بزياده. كفي عن الوضع المتأزم، احكي. هذا هو الوضع المتأزم. اي والله. شايفين ما في حبات الوفل؟ منيحه وبتنعمل مثل ساندويش يعني. فيك هيك تسكريها على هيك وانت بتقدري تقسميها زي ما بدك. يا عين. فانت شايفه احنا ما مدينا الخليط فيها، بس مجرد انه بنحط الكميه وبنسكر وهي لحالها بتمد. بتعرفي انه ماكينه الوافل هي من الاشياء اللي تقريبا موجوده بكل بيت. صحيح. وما حدا بيستعملها. بما انه موجوده عندك ومش عم تستعمليها، انت رح تعجبينا لا انا ما عندي، انا بحكي عن غير عالم. احنا ما انا ما عندي صراحه يعني. هي حبات البانكيك جهزوا. طب احكي انت بشي لانه احنا بدنا نجرب. يلا صحتين وهنا. هيني بدي اقلبهم حبه حبه. كثير طيبه طيبه يا ريت. صحه. هي ما في عندكم نوع من الاشياء اللي بنحطها الا موجود؟ سارة جربيها معنا. لا طيبه فعلا. بما انه اليوم سادس يوم لا العيد. لا في شوكولا كله موجود. هي قلبنا الحبات. في شيء بتوقع انه بيستاش؟ شايفه؟ هلا اذا كانت المقلاي نوعيتها منيحه مستحيل تلزق. هاي حرام خزقتها وانا بقلبها. انت اي واحد اعطيكي اللي بيغمز؟ انا باخذ اللي بيغمز. وساره اي وحده؟ سارة؟ اللسان. ساره اللي ساره بيطلع لسانه. اللي عم طلع لسانه. اشمعنى؟ لماذا؟ مش عارفه. ليه اتفقت بحماس؟ حسيته ظابط هيك. يلا ماشي موافقه؟ حلو. شايف يعني عن جد هالاطباق شهيه، وممكن انه فعلا الواحد يعمل يعني اكثر من صنف. هلا شوفي. وعلى فكره فيني اقول شيء مقترح للي بيحبوا الاشي الاخف. انا من العالم اللي ما بحب طعم السكر. ما بده. لا لا يعني هي اصلا حلوه. صح. هي هلا ممكن نقلل شوي من كميه السكر، بس هي لازم يفوت بالعجينه السكر لحتى تطلع بتقرش ولونها ذهبي. نعم. اذا استغنيتي عن السكر حتطلع طريه كثير. ايه. وبطلع لونها صافي كانها عجينه. نعم. ابدا ابدا مش حلو. عرفتي؟ هلا شو كمان بدي احكي لكم اياه، انه طريقه الوفل الاصليه بتكون مليانه بالزبده. اها. بس انا يعني هاي الطريقه خلينا نقول انا بغش فيها، بعملها لجود ورينا للوفل، بقلل بس كميه الحليب حتى شو اطعميهم اياها وضميري يكون مرتاح. بس طعمها جدا يعني طيبه. صحيح. يعني ما مش باين انها مخشوشه او شيء. شكرا شفي، يعطيك الف عافيه وتسلم بياتك وانت بالف خير. مشاهدينا اذا وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم، غدا حلقه جديده من صباح النور.
وفيها فيها فيروسات حيوانية تهدد حياة الإنسان، وفيها أيضا الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ومهرجان بيروت السينمائي لسينما المرأة. إذن مشاهدينا، مني من هبة ومن الفريق العامل في حلقة اليوم ومن شيف لبنى، إلى اللقاء. إلى اللقاء.